اصحي يلا. صباح الخير يا حبيبي. صباح الخير يا قمر. يلا يلا بقى عشان تروح على اوضتك. ايه ده؟ ليه؟ هو ايه اللي ليه؟ انت ناسي ان احنا ما معناش ورقة جواز رسمي؟ وبعدين لو حد شافك هنا ممكن يحصل لنا مشاكل. ايه بقى؟ ايه ده؟ يعني انا مش هحضر لك فطارك ولبسك زي العرايس والعرسان؟ لا لا، ما هو انا كل واحد فينا هيجي له فطاره في اوضته. انا بقى لما يجي لي الفطار بتاعي هاجي لك على الاوضه عندك ونقعد نفطر سوا. بجد؟ طبعا، امال ايه. يلا جميل، يلا كده قوم خد دش بسرعه قبل ما الفطار يجي. يلا حبيبي. حاضر يا حبيبي. بقول لك ايه، اوعي تخلي حد يشوفك. ها؟ حاضر يا حبيبي. استنى، نسيتي حاجة مهمة أوي. إيه؟ مفتاح أوضتك أهم، نسيتيه ولا إيه؟ الخبر؟ أه صحيح، أنت نسيتني اسمي. بقول لك إيه؟ ثانية واحدة بس، لحظة لحظة، افتكرت حاجة مهمة أنا. ثانية واحدة بس. إيه ده؟ في ايه يا حبيبي؟ كلام فارغ اللي بيحصل ده. ايه هو بس اللي بيحصل؟ فيه ايه؟ الفيزا يا ستي. مالها؟ مالها ايه؟ مش لاقيها. يا خبر. لا دور كويس يا باسم، افتكر كنت سايبها اخر مره فين. معرفش، دوري معايا. شوف يا ستي، ها انا متاكد انها كانت في جيب البنطلون ده. انا مرعوب، خايف حد ياخدها ولا يسرقها ولا حاجه، والكريدت بتاعها عالي جدا، قلقان جدا يعني. يا خبر. الفلوس مش مشكلة، في 60 داهية الفلوس. المشكلة بقى هنحاسب الفندق ده ازاي؟ هنرجع مصر ازاي؟ هي دي المشكلة. لا مش مشكلة حبيبي، أنا معايا فلوس. هي أي نعم مش كتير قوي يعني، بس على الأقل تكفي حساب الأوتيل. لا تجننتي، أنا آخد منك فلوس؟ لا لا مستحيل، أنت أكيد اتجننتي يا حبيبي. مش أحسن ما تقول لهم معيش فلوس خالص؟ بعدين مش أنا بقيت مراتك يا باسم يعني؟ خلاص يا حبيبي، انا وانت واحد. لا 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 لا، مش هينفع برضه، مش ممكن. ده انا عمري في حياتي ما استلفت قرش واحد من حد، عمري في حياتي ما سمحت لحد انه حتى يعزمني على سجاره. اخد منك انت فلوس؟ معقول ده؟ اصحى عليك يا باسم كده برضه يا حبيبي. ليه مصمم تعاملني على اني غريبه عنك؟ ده انا بقيت مراتك يا باسم، نفسي احس ان انا بقيت مراتك بجد. لا لا، انا اكيد وقعت مني الفيزا وانا بطلع الورقه والقلم عشان نكتب العقد. اكيد شفت يعني انا السبب، يعني لازم اشيل معاك المسؤوليه. انا ممكن اخد منك الفلوس دي بس على شرط. تؤمر يا حبيبي مش تشرط بس. اخدهم على انهم سلف. خدهم بس يا باسم وبعدين ابقى اعمل اللي انت عايزه. انت معاكي كام؟ هم 1700 جنيه. هو مبلغ مش كبير بس يسد حساب الاوتيل وخلاص. 1700 جنيه بس؟ يلا بقى امر لله، هاتيهم. باسم انا متضايق قوي ان احنا مش هنكمل الثلاث ايام اللي اتفقنا عليهم. اعمل ايه بس يا حبيبتي؟ لولا التليفون المفاجئ اللي جه من بابا ده كان زماننا قاعدين ومتهنين. ظروف الشغل بقى. ده انا حتى كنت راسم ان انا اكلمه عشان يبعت لي فلوس بدل الفيزا اللي ضاعت دي، وكمان عشان ارد لك الفلوس اللي خدتها منك ونقضي هنا بقيه الاجازه. لكن اعمل ايه بقى، فاجئني هو بمكالمته دي وصمم اني انزل مصر. طب ما قالكش هو عايزك في ايه؟ اكيد شغل يعني، هيكون ايه؟ طب احنا هنبقى نتقابل ازاي؟ انا هبقى اتصل بيكي واحدد الميعاد والمكان اللي هنتقابل فيه. طب هو بابا هيجي يقابل مامي امتى عشان يخطبني؟ قريب قريب ان شاء الله يا منال. طب خلاص بقى يا منال، كفايه اسئله، كل حاجة هتتم زي ما انت عايزة. طب ممكن اطلب منك طلب واحد بس قبل ما نمشي؟ عايزة اشوف البحر، نودعه مع بعض وحياتي. بس كده؟ حاضر يا ستي.
اوعدني يا باسم نبقى نيجي نقضي شهر العسل هنا بعد ما نتجوز. ها؟ نتجوز؟ هو احنا لسه هنتجوز؟ انا قصدي اما نتجوز رسمي يعني. اه نتجوز رسمي طبعا، اكيد هنتجوز رسمي. لا مش هنيجي هنا بقى، انا نسافر بره. انا المره دي كنت عايز اخدك ونروح باريس، بس خفت بقى نتاخر هناك ولا حاجه يعني، واهلك يعملوا مشكله. بجد يا باسم؟ يعني احنا هنقضي شهر العسل في باريس؟ آه طبعا، امال ايه، باريس، لندن، برلين، اي حاجه، هنبقى نشوف ساعتها ان شاء الله. حبيبي يا باسم، حبيبي. مش قلت لك، مش قلت لك هتشوفي معايا اللي عمرك ما شفتيه في حياتك؟ حبيبي كفايه اني في حضنك، ده لوحده يخليني احس اني شفت اللي عمري ما شفته ولا هشوفه في حياتي. طب يلا يلا بينا بقى عشان نلحق نرجع مصر. طب تخلينا شويه كمان والنبي. يلا بقى بلاش دلع. خش يا منى فادي. على مهلك، على مهلك. استنى، صلاة النبي أحسن. بس أنت تعملين فيها فرح؟ دخلت عليكم بالقبول. تعالي 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 عشان نقعد نتكلم براحتنا هنا. لا يا أختي أنا مش عايزة أقعد هنا، سيبيني بقى أقعد على الأرض، أمنا منها وليها راجعين. أنت ما تسمعش كلام ليه وليه؟ ما تسمع الكلام، إديني ودانك بقى وافهمي اللي هقول لك عليه. يا نعم يا ست الستات، أموري. ما يأمرش عليك عدو، أنا عايزاك تشوفي لي حد من طرفك يكون بيفهم في الأعمال والسحر، بس يكون اللي هو ميبقاش أونطاجي ولا نصاب. طيب رسيني انت بقى على الدور وانا وديكي عند اللي يفهم موضوعك دغري، ولا نلف ولا ندور، وما تدينيش بقى سمك في مية. اه تعالي لي دغري، تعالي لي دغري دغري دغري. مالك دغري. مالك عامل زي شريط السافف كده، افصلي يا وليه. ما انا هتكلم اهو. ابني الكبير الف رحمه ونور عليه، جوزت مراته لابني الصغير، قلت عشان خاطر العيال يفضلوا في البيت، ما يجيش راجل غريب ياخدهم ويطلع من هنا. عين العقل. البت بقى كانت مخليه ابن الله يرحمه زي الخاتم في صباعها، يمين يمين شمال شمال، ويحبها حب لدرجه الجنون. سحراله. انا قلت كده ما صدقونيش، ودلوقتي بقى عامله كده مع ابني الصغير، مع ان ايه، انا اللي ضغطت عليه عشان يتجوزها، وقال حديد وبعيد ما اتجوزها ابدا، واجيبه من هنا واجيبه من هنا لغايه لما اتجوزته له، ودلوقتي ايه، سمن على عسل، وانا بالنسبه لهم امنا الغوله. اسم الله عليك يا اختي. بقول لك ايه، قولي. هاتي قطرها وقطر ابنك وانا وديكي عند الشيخ لطيف. طب الشيخ لطيف ده بيفهم ولا اي كلام؟ سر في قلبك واسكتي، ده اللي يعرفه الشيخ لطيف لا يقدر عليه انس ولا جان. اه بكره تشوفي بنفسك وتعرفي. طب ايه على كتفك؟ من بكره خد الميعاد اللي انت عاوزاه، وليك عليا من جنيه لمئة الف جنيه. طيب طيب، على مهلك اللي على الباب. مين يا ترى بس اللي عمال يخبط كده ده؟ ممنون يا حبيبتي. سلامة يا بنت، وحشتيني قوي يا باب. ده انت اللي وحشتيني. امال مامي فين؟ مامي في الاوضة مع واحدة صاحبتها. صاحبتها؟ اتفضلي اتفضلي يا انستي وشرفتي. الله يعنسك. بالسلامة يا حبيبتي. مامي السلامة. حبيب قلبي نورايني، وحشتيني وحشتيني قوي قوي يا ماما. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا ماما. يلا يلا اشتحي اولادك. ام نفادي ست بركة، بجيبك بخلي اوضة النوم وتقرا لي قرآن. ودي بقى اسم الله عليها بنتك. النبي حارسها وصينها، بنت الصغيرة منال. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. اهدى قمر يا اخواتي، ربنا يحميها ويحرسها يا رب. يا اختي اسمك يا رب. ميرسي يا طنط. لا بتقول لك كتر خيرك، يلا عشان تلحقي اولادك عشان ما تتاخريش. طيب ولما تعرفي الميعاد بقولي لي. طيب من عينيا، بس انا بقى مين اللي هيوصلني؟ الراجل مستنيكي تحت، اللي جابك هيوصلك. تعيش يا ست سرية، ربنا يجعل طريقك اخضر ومنور. يخليك يا رب. بالسلامة يا حاج. على مهلك. خلي بالك وانت نازلة. بالسلامة. بالسلامة يا منى فادي. خلي بالك يا اختي وانت ماشية. بالسلامة. نور عين ماما. تعالى يا حبيبي. وحشتيني. تعالي تعالي احكي لي، قولي لي عملتي ايه؟ والنبي البيت كان هس هس من غيري. ميرسي يا بنت، ربنا يخليكي. قولي لي بقى، انبسطتي عملتي هناك؟ ياه انبسطت قوي قوي يا ماما. احضر لك لقمه بقى تاكليها علشان تسند قلبك. ايه ما وحشكيش اكل دادا فاطمه؟ والله ما قادره يا دادا، اصل انا اكلت في السكه فطير مشلت تجنن. الله
وما جبتلناش معاكي ليه؟ صح ما جبتش معاكي ليه؟ انا كنت عايزه اجيب لكم بس والله ما فضل معايا فلوس. ليه؟ الفلوس اللي كانت معاك راحت فين؟ ده انت ما كملتيش الثلاث ايام اللي قلت عليهم. اسكتي يا مامي، مش الفلوس اتسرقت مني واضطريت استلف من اصحابي؟ يا لهوي اسم الله عليك، مش مهم الفلوس، المهم انت. طالما انت بخير يبقى كل حاجه فداكي. طب كويس كويس انها جت. ما عرفتش ايه الحكايه بالظبط؟ هي من عارف انها كانت في اسكندريه، ما عرفتش يعني كانت مع مين طيب اما تعرف يبقى قول لي. بقول لك ايه يا حسام، حاول تقرب منها شويه. طيب حبيبي مع السلامه. الحمد لله على سلامتها. يا ساتر كنت قلقان عليها بشكل. اهو كده توفر عليك مشوار، كنت هتروح لغايه اسكندريه. فعلا ما كانتش رجعت لحد العصر، كنت رحت اسكندريه ان شاء الله، حتى كنت بلغت البوليس يدور عليها. الحمد لله. مش عارف دلع امها ليها ده هيوصلها لحد فين. ربنا يطمنك عليها ويطمننا على سلوى ونكسب القضيه. يعني ايه؟ هتحكموا لهم بالضم؟ ايوه يا حسام، هروح اقعد معاهم في طنطا بعيد عن ماما وعن بابا يوسف وعنك. مش ممكن. طب قومي بينا للمحامي نشوف هنعمل ايه. انا لسه جايه من عنده، واحمد هو اللي قال لي الكلام ده بنفسه. وبابا وماما عرفوا؟ اكيد زمانهم عرفوا. شفتي عامله في نفسها ايه؟ ايه يا ماما يا حبيبتي؟ ما تخافيش، ما حدش هيقدر ياخدني منك ابدا. ما بطلتش عياط من ساعه ما اتصل احمد بينا. اهدي يا ماما، يا ماما اهدي بقى عشان خاطري. دماغي مش قادره. انت بطلي عياط بقى وتاكدي ان انا مش هسكت. انا خايفه تدخلك يخليهم يعدوا. ما تخافيش يا مجد، انا هروح لهم مره تانيه واحاول اتفاهم معاهم. وانا يا بابا عايزه اجي معاك. لا اوعى تروحي، ده ممكن ياخدوكي ومحدش يقدر يقول لهم بتعملوا ايه. يا ماما ما هم برضو يقدروا ياخدوني، ده حكم محكمه، لكن محدش عارف، يمكن لو رحت اقدر اثر عليه. لا يا سلوى خليكي مع ماما عشان تبقى مطمنه، وان شاء الله انا هشوف حل للمشكله دي. اطمني يا مجده، سلوى مش هتبعد عننا ابدا. اتفضل ادخل يا بطل يا همام. طمني عملت ايه مع الزبونه؟ عملت ايه؟ قلنا احلى كلام يا ابني والله، قضيت يومين يا دي عادل. بس ايه ولا في الاحلام؟ اوعى تكون. لا يا راجل عيب، مخك ما يروحش لبعيد، دول كانوا يومين من البراءه والحب الطاهر الشريف. حب انت حبيتها؟ يا راجل انا برضو بتاع الكلام ده، انا بتاع حب برضو، انا بس حبيت اجهزها لك، اكسر لك نفسها عشان تجي لك مسلمه وتحت امرك كمان. لا يا عم انا زي ما قلت لك انا خلاص مش عايزها، وانا شايف بقى كده انه كفايه بقى بس. ها نعم اخويا كفايه ازاي يعني؟ يعني كفايه لحد كده اللعبه دي بقى، وادينا حققنا اللي احنا عايزينه، يعني دقت الحب وذله عشان كانت طالعه فيها قوي وحاسه انها غير الناس. خلاص يا عدول اللي تشوفه حبيبي، ان شاء الله اوعدك يعني ان انا هخلع منها في اقرب وقت ممكن. بتتكلم جد ولا؟ لا لا طبعا بتكلم جد، امال ايه؟ امال انا ليه حاسس يعني في لهجتك كده بحاجه غريبه؟ لا ابدا، بس انا يعني اتفاجئت بكلامك ده فجاه كده، ضميرك صحي وبتقول لي الغي الموضوع خالص، مع انك كنت بتتحايل عليا عشان ننفذه، وانا وافقت عشان خاطرك انت، وصرفت دم قلبي عليها عشان خاطرك برضه. ما انا عارف يا حبيبي وجميلك على راسي من فوق، بس مش عارف ليه بصراحة لما سافرت يعني حسيت بالذنب كده وفضلت أغلط في روحي، يعني من ناحية هي وليا وإحنا عندنا ولاية، ومن ناحية تانية برضو هي زميلتي وعيب أعمل كده في زميلتي برضو. وإنت كمان ذنبك إيه تصرف المصاريف دي كلها؟ صحيح يعني أنا ساهمت في العملية، كنت بدبر لك اللبس الشيك وبستلف لك العربيات من صحابي. خلاص فكرتني، امسك يا عم أدي مفاتيح العربية، تروح لممدوح تقول له متشكرين قوي. بعدين بقى اخويا بلاش حكايه صحوه الضمير اللي انت فيها دي، اهدى شويه، البنت ما حصلهاش اي حاجه زي الفل، صح سليم،
وانا وعدك يا عم اني اخلع منها على خفيف عشان خاطرك انت بس عادل. والله ماشي، ما تحرمش منك يا بسوم. اه على فكره امك بعتت سالت عليك كتير قوي. هدى يا هدى. باسم انت جيت؟ اه لسه واصل دلوقتي. اخبارك ايه؟ كويسه الحمد لله. انت كنت فين؟ هكون فين يعني، كنت مسافر عشان الشغل طبعا. قولي لي بس اخبارك ايه واخبار مذاكرتك ايه؟ مذاكره ايه يا باسم، احنا في اجازه نص السنه. صحيح معلش انا نسيت. طب طمنيني ماما عامله ايه؟ صحتها كويسه؟ اسكت، دي هتتجنن عليك، قلقانه عليك موت. دي حتى بعتت لعادل كذا مره. عادل قال لي فعلا. انا مش عارف هي قلقانه ليه، ما متعوده اني بسافر عشان الشغل دايما، مش عارف فيه ايه. ايوه بس انت قلت عندك اجازه اسبوع وفجاه لقيناك سافرت. طيب طيب انا هدخل لها. صباح الفل يا ست الكل وست الناس كلهم. يا سيمي حبيبي يا ابني، كده برضو تخدنا عليك بالطريقه دي؟ معلش يا ماما انا كنت فاكرك عارفه اني مسافر. انت قايل انك هتقعد معانا اسبوع، صحنا لقيناك مشيت. معلش انا اصلي افتكرت ان ليا فلوس عند عامر بيه صاحب الفندق اللي بشتغل فيه، فروحت عشان اجيبهم منه، واديني اهو جيت النهارده على طول يعني. الحمد لله على سلامتك يا ضناي. خد يا ماما، خد الفلوس دي واشتري كل الدواء اللي ناقصك. تيجي وتجيب يا حبيبي. كم دول؟ دول 1000 جنيه. اللهم صل على النبي، الله اكبر. روحي يا هدى حضري لقمه لاخوك ياكلها. حاضر. استني يا هدى استني، افتحي الشنطه اللي بره هتلاقي فيها بقاله وهتلاقي فيها عيش وهتلاقي فيها فاكهه كمان. اغسلي الفاكهه كده واعملي سندوتشات وهاتي. حاضر. تسلم ايديك يا باسم. اسمع يا ابني، الحال كده مش نافع. هو ايه اللي مش نافع ماما؟ انت يا ابني مش مقصر في حاجه، والحمد لله القرش بتاعك كويس، بس كله ضيع من غير حاجه مفيده. ازاي بس يا ست الكل؟ يعني العلاج بتاعك مش حاجه مفيده؟ اسمع يا ابني، العلاج اللي باخده ده زي ما نكون بنرمي الفلوس في البحر، لا بيقدم ولا بيأخر، وشافت القرش اللي بيجي عن اخره. يا ماما انت صحتك عندي بالدنيا كلها، واذا كان على الفلوس مش مشكله، في 60 ده. صحتي ما راحت وخلاص. والحمد لله يا ابني من ساعه ما اشتغلت في البحر الاحمر والقرش بتاعك بقى كويس. لازم دلوقتي الاهم افكر فيك وفي اختك، دي كلها سنه وتاخد الدبلوم، ولو جالها عريس لازم نكون عاملين حسابنا. حاضر يا ماما، ان شاء الله هبقى ادخل لها جمعيه واجيب لها اللي هي عايزاه. قبل ما اجيب حاجه لازم نبيض الشقه ونجيب انتري كويس عشان لو جالها حد. ماما ربنا يسهل، في ايه مش كده؟ مش معنى ان انا جبت معايا 1000 جنيه بقى كل يوم هجيبهم. انا اكبر مبلغ خدته في حياتي كان 300 جنيه. معلش يا ابني، ربنا يرزقك كل فتره بقرشين حلوين زي دول نعمل بيهم حاجه. وانت بتقول ان صاحب الفندق بيحبك وكويس معاك. بيحبني وكويس معايا حاجه، وحكايته انه يديني فلوس كل يوم حاجه تانية خالص. انا مهما رحت ولا جيت مجرد متر بشتغل في كافيتيريا الفندق. ربنا يوسعها عليك يا ابني، وده انت كل ما بيجي لك قرشين بتديهم لي وانا هتصرف. طيب سلوى يا حبيبتي يا نور عيني. ازيك يا سلوى؟ ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا بنت عامله ايه يا حبيبتي؟ انت وحشتيني قوي يا سلوى. وانت وحشتيني اكتر يا روح قلبي. تعالي تعالي يا ابو فتحي. ابو فتحي. نعم سلوى. جت سلوى. ازيك يا جد حبيبتي؟ الحمد لله على السلامه. اتفضلي. عامل ايه يا جدو دلوقتي؟ الحمد لله. على فكره انا اتردد فيا الروح لما شفتك. يا حبيبي يا جدو وحشتني قوي، كنت هتجنن عشان اشوفك. ياه يا سلوى، انا مش مصدق انك قاعده قدامي يا بنتي. عارفه يا سلوى لما بتجينا حبيبتي كاننا شفنا المرحوم ابوكي. بجد يا تيتا؟ ايوه بجد طبعا، لانك حته منه وبتتحرك وسطنا. بتتحرك فين يا حسره؟ هو احنا بنشوفها لكل فين وفين لما قلبي يبقى متشحتف عليها؟ معلش يا تيتا والله غصب عني، ما انت عارف الامتحانات والدراسه. يعني مفيش اجازه؟ خلاص يا جدو ان شاء الله اول اجازه حاجه اقعد معاكم. قولي ان شاء الله هتقعدي معانا على طول. بقول لك ايه، انت جايه من عند جدتك على طول على هنا؟ لا انا ما عدتش على تيتا. يعني مامتك راحت لامها وانت جيتي؟ لا يا تيتا
ماما ما جاتش من قصر، ماما في مصر. مصر؟ يا ندمتي؟ يعني انت جايه من مصر لغايه هنا لوحدك؟ اه، وفيها ايه؟ فيها ايه؟ كده يا ماجده، كده وصلت بيكي لدرجه تسيبي بنتك تتنقل من بلد لبلد وهي لوحدها؟ وفيها ايه بس يا تيتا؟ يا تيتا يا حبيبتي انا كبرت خلاص ودخلت الجامعه، يعني بقيت اقدر اعتمد على نفسي، يعني مش بس اعرف اسافر طنطا، لو هسافر امريكا كمان مش هيهمني. بس يا بنتي ده سفر ومواصلات وبهدله. دي ساعه ونص يا جد بالعربيه، فين بقى البهدله دي؟ سلوى انت متخانقه مع عمك؟ انا اتخانق مع ماما يا تيتا؟ لا طبعا مش ممكن. يا بنتي قولي لي ما تخبيش عليا، انا عارفه الغرب اللي انت عايشه فيه. الغلب؟ غلب ايه يا تيتا؟ بس هي تقصد يا بنتي جواز امك من الراجل الغريب ده؟ اه، وتلاقيك يا سلوى ما كنتيش موافقه، بس وافقت غصب عنك. اكيد طبعا، وفي وعده تقبل ان حد يحل محل ابوها؟ بصراحه الحكايه مش كده خالص. وتلاقي حبه عيني تلاقيه كاتم على نفسك. دي بقى يا ماجدة بلاش القلق ده، انا مش جايز راحت مشوار هو اللي اخرها. ما انت عارف سلوى كويس، لا بتروح في حته ولا بتعمل حاجه غير ما بتدينا خبر. ايوه بس هي ما اتاخرتش للدرجه دي، يعني بساعة بس. يا ساعه شويه يا يوسف، سلوى بتحسب وقتها بالدقيقه مش بالساعه. انت عمال تطمني وانت شخصيا قلقان. بالعكس بقى، انا مش قلقان، انا مطمن. يعني ايه مش هتسيبيهم؟ يعني مش هسيبهم يا عم، مش هسيب امي ولا هسيب جوزها اللي بيعاملني زي ما اكون بنته وهو ابويا بالظبط. كده برضو يا سلوى بتجيبي راجل غريب زي ابوكي؟ يا تيتا حبيبتي مفيش حد في الدنيا في غلاوه بابا الله يرحمه. بابا ده انا حته منه، لكن في فرق يا تيتا بين حبي لبابا واني محتاجه لحد يقوم معايا بدور وواجبات الاب. يا سلوى يا حبيبتي خليكي معانا هنا، واحنا مش هنخليكي عايزه حاجه. طب وماما يا جدو؟ امك خلاص اختارت حياتها واتجوزت وعايشه مع راجل. يعني حضرتك كنت عايزها تعيش لوحدها وهي في السن ده؟ ده ولا شرع ولا دين يحكم بكده. هي حره، محدش قال لها حاجه، احنا كل اللي يهمنا انتي، انتي لحم اخونا الله يرحمه ولازم تعيشي معانا في وسطنا. مش هينفع، انا بدرس في الجامعه في القاهره ومستقبلي ودراستي كلهم في القاهره. بسيطه ننقلك الجامعه هنا. يا جدو ما ينفعش، والله ما ينفع، الدراسة في القاهرة مختلفة جدا وفرص العمل أحسن بكتير. وبعدين يا تيتا أنت يرضيكي تحرموني من أمي؟ مش كفاية اتحرمت من أبويا ولا عايزين تيتموني من ناحيتين؟ ما كنتش أتخيل إنكم هتبقوا قاسيين معايا بالشكل ده. لا لا يا سلوى حبيبتي، لا ده احنا بنحبك ومش هتلاقي أحن مننا عليك يا بنتي. يا بنتي احنا ما نقصدش. بقولك إيه، سيبك من الشويتين دول، احنا خلاص هيصدر لنا حكم من المحكمه بضمك. يعني عايز اقول لك وفري شغل اللوم اللي انت بتعمليه ده. من فضلك يا عم، انا بتكلم دلوقتي مع تيتا وجدو وهم اصحاب الكلمه، واللي انا اتربيت عليه ان بابا الله يرحمه لما كان عايش ما كانش يقدر يكسر لهم كلمه ولا يزعق في حضورهم زي ما حضرتك بتعمل دلوقتي. انت ايه اللي جرالك يا بنت انت؟ وشده حيلك قوي كده ليه؟ وحياه امك اللي هتعيش معانا هنا، وانا اللي هعرف اعلمك الادب ازاي. حضرتك مالكش اي سلطة عليا عشان تعلمني الادب. بقول لك ايه يا بنت انت؟ بقول لك ايه؟ كفاية، انت بتزعلها ليه كده؟ ما انت سامع كلامها يابا. يا جدي انا ما غلطتش، انا كل اللي بطلبه ان انت بس اللي تأمرني، ولا انا يعني عشان ابويا مات خلاص هبقى ملطشة؟ لا ما تقوليش كده يا سلوى، ربنا يخليك يا دناي. كل اللي انا عايزاه يا تيتا انكم تحسوا بيا، انتوا اتحرمتوا من ابنكم، يبقى ازاي عايزين تحرموني من امي؟ يا سلوى يا بنتي احنا مش عاوزين نحرمك من امك، احنا خايفين عليك من الراجل الغريب. خلاص يا جدو انا هجيبهولك تاني يقعد معاك، ولو حسيت ان هو مش اهل الثقه دي يبقى ليك كلام تاني، ولو صدر منه اي حاجه مش اي سلطه عليا عشان تعلمني الادب. بقول لك ايه يا بنت انت؟ بقول لك ايه؟ كفايه، انت بتزعلها ليه كده؟ ما انت سامع كلامها يابا. يا جدي انا ما غلطتش، انا كل اللي بطلبه ان انت بس اللي تأمرني،
ولا انا يعني عشان ابويا مات خلاص هبقى ملطشة؟ لا ما تقوليش كده يا سلوى، ربنا يخليك يا دناي. كل اللي انا عايزاه يا تيتا انكم تحسوا بيا، انتوا اتحرمتوا من ابنكم، يبقى ازاي عايزين تحرموني من امي؟ يا سلوى يا بنتي احنا مش عاوزين نحرمك من امك، احنا خايفين عليك من الراجل الغريب. خلاص يا جدو انا هجيبهولك تاني يقعد معاك، ولو حسيت ان هو مش اهل الثقه دي يبقى ليك كلام تاني، ولو صدر منه اي حاجه انا هلجأ لكم. يعني انا ليا مين غيركم بس عشان الجأ له؟ انا هتصل بالبوليس. بوليس ايه بس يا ماجدة؟ انا بفكر اروح الجامعة اشوف ايه الحكاية هناك. جامعة ايه؟ دي مخلصة محاضراتها من بدري. مش جايز غيروا الجدول واضطرت تحضر محاضرات بعديها؟ انت بتحاول تقنعني بايه بس يا يوسف؟ البنت متأخرة والموبايل ما بيردش، محاضرات ايه اللي بتتكلم عليها؟ هي محاولة وخلاص، ما تتصرفيش اي تصرف لما ارجع. اجي معاك. لا تيجي معايا فين؟ خليك انت جنب التليفون جايز تتصل. حسام الله جيت بدري يا. خلصت محاضراتي بدري الحمد لله على السلامه. هدخل احضر لك الغدا حالا. لا 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 ماليش نفس. الو ايه يا بابا؟ لا يا حبيبي الحمد لله انا كويس. سلوى؟ لا انا افتكرتها ما خرجتش من البيت النهارده. ايوه كان ما بيننا معايد فعلا، بس انا سالت عليها قالوا لي ما جاتش النهارده. ايه ازاي ده حصل يا بابا؟ بابا احنا لازم نتصرف بسرعه. طب بص يا بابا مش هينفع الكلام في التليفون، انا جاي لك حالا. مع السلامه. في ايه حسام مالها سلوى؟ مش عارف يا نبيل. ايوه مساء الخير. مساء النور يا ماما اتفضلي. الله يعني هنا، امال ما عدتش عليا ليه؟ معلش يا امي اصل انا مستعجل قوي ولازم انزل دلوقتي حالا. وجاي في ايه ونازل في ايه؟ ابدا يا ماما اصله نسي حاجه ورجع ياخدها تاني كده يروح ماما. طيب انا اذنكم بقى. بقول لك يا حسام حبيبي. نعم. الفانيلا بتاعتك الداخليه يبقى تلبسها بالمشقلب. نعم. الفانيلا يعني خلي الظهر بره والوش جوه. اخلي الظهر بره والوش جوه؟ المهم تسمع كلام امك لغايه لما احل لك كل مشاكلك. انا مش فاهم حاجه. مش مهم تفهم، المهم تعمل اللي بقول لك عليه وبس. حاضر حاضر يا حبيبتي، اخلي الظهر جوه والوش بره. سلام بقى. سلام. ها سلام يا نبيله. حسام ابقى طمني. ها اطمنك على ايه يا اختي؟ ابدا يا ماما اصل في ورق ضايع منه. ورق حكم. لقيتوهاش؟ احنا سألنا في كل حتة وما لقيناهاش. الو سلوى انت فين؟ نيجي ناخدك منين؟ انت بتتكلمي منين دلوقتي؟ ايه طنطا؟ ايوه سافرت حليت الموضوع ورجعت كده من نفسك كأن مالكيش حد تاخدي رايي ولا تستاذنيه. يا ماما ما انا لو كنت قلت لكم ما كنتوش هتوافقوا. احنا مش اتفقنا ان انا هروح بكره؟ ايه اللي خلاكي تروح انت يا بابا؟ انا قدرت اثر واضغط عليه، انما كان ممكن مروح حضرتك يستفزهم. انا مش مزمحاكي على اللي عملتيه فيا النهارده، انا اعصابي تعبت خالص. معلش يا طنط، هي كان هدفها نبيل ونجحت فيه وده الاهم. وحليت الحكايه دي ازاي؟ عمي كان قالب الدنيا، بس انا قدرت اقنع جدي بموقفي وحسسته ان هو صاحب القرار. وعمك ده يقلب الدنيا بصفته ايه يعني وجدك قاعد؟ طب يا ماما ده اللي عمله عمي ده كان مصلحه، لان زعيقه الجامد وانفعاله استفز جده، خلاه يقول له اسكت انت انا هعمل اللي سلوى عايزاه واللي يريحها. يعني اخيرا قدروا يتفهموا راحتك فين وهيعملوا اللي انت عايزاه؟ يا بابا اتفقت معهم اني اول ما اخلص جامعه هروح اعيش معاهم وحلني بقى. واحنا ايه اللي يضمن لنا حاجه زي دي؟ ما هو انا يا ماما وعدتهم ان لو اي حاجه ضايقتني هلجأ لهم، وهم وعدوني مش هيضغطوا عليا، بس بشرط كل فتره كده اروح اقعد معاهم كام يوم.
انا دلوقتي بقيت مراتك، يعني المفروض تسال عليا، مش سيبني كل ده ما اعرفش عنك حاجه. معلش يا منال، غصب عني اعمل ايه بقى؟ نصلي جيت من اسكندريه على الشغل على طول، انا حتى مرهق جدا. كويس قوي يعني اني عرفت اجي الجامعه النهارده. انت عايزه ايه بقى يا حبيبي؟ طب خلاص قولي، فتحت باباك في موضوعنا؟ الحقيقه بابا اصله مشغول جدا في الشغل اليومين دول، ما عندوش اي وقت فاضي عشان اكلمه يعني. حتى كل ما يشوفني يدي لي اوردر بالشغل، بس لما عرف يعني ان انا عندي جامعه النهارده سابني بقى. طب وهتفتحوا امتى؟ ها؟ على طول، اول ما الاقيه فاضي هفتحه على طول، ما تخافيش يعني. طب بسرعه والنبي يا باسم، احسن انا خايفه قوي. ايه يا منال؟ معقوله برضو عبيطه تخافي وانا جنبك؟ عيب يعني. بالعكس يا حبيبي، انا يمكن خايفه لاني حاسه انك بعيد عني. معقوله يا منال؟ ايه اللي بتقوليه ده بس؟ يا حبيبتي انا بعيد عنك في المكان، لكن قلبي وروحي وعقلي وكل الدنيا قريبه منك. على فكره انا خلاص فتحت ماما في موضوعنا، قلت لها ان انا استقريت عليكي بشكل نهائي، وقلت لها كمان اني عملت لك شويه اختبارات كده ونجحت فيها بدرجه امتياز. يا لهوي، قلت لها ان انا اتجوزت؟ لا لا، هو انا عبيط عشان اقول لها كده؟ انا طبعا لازم احافظ على وضعك ومكانتك قدامها، مش عايزها تيجي تخطبك وهي عارفه انك مراتي يعني. لازم اخليها تحس انها رايحه تخطب لابنها عروسه، مش رايحه تخطب لمراته. يا حبيبي يا باسم، انت كده بتخاف عليا؟ طبعا يا منال، اذا ما كنتش اخاف على مراتي يا حبيبتي اللي شايله اسمي، اخاف على مين بس؟ يا اختي يا سما اخويا هنا. ازيك يا منال؟ الله يسلمك. ايه يا بنتي انت فين؟ دايما بدور عليكي ما بلاقيكيش. باسم زميلي في القسم. باسم اهلا. و سلوى صاحبتي في اداب عربي، وحسام اخويا في تجاره انجلش. اهلا وسهلا، تشرفنا. الله يشرف مقدارك. تعيش، الله يكرمك. طيب احنا مضطرين نسيبكم بقى عشان ورانا سكشن. اوكي يا منال، بيخليني اشوفك. ها ان شاء الله، باي باي. سلام. ايه يا منال، مالك مرتبكه قوي ليه كده؟ مش عارفه مش عارفه، مع انه شافني كتير قبل كده مع زمايلي. امال ايه يعني؟ في ايه المشكله؟ انا عارفه بقى، وبعدين غلطت وقدمتك على انك زميلي. ها؟ ايه يعني؟ فيها ايه دي؟ فيها ايه؟ ما انت لما هتيجي تخطبني هيعرف انك مش معايا وان انت في ألسو. لما باجي اخطبك بقى يبقى يحلها ربنا. انت فاكره تلميذ ولا ايه؟ شكلك كان باين ان في حاجه مش طبيعيه. مش طبيعيه ازاي يعني؟ كنت ملخومه كده ومرتبكه زي ما تكوني عامله وخايفه منها. قال على رأي ده فاطمه، يا فرخه يا كيكيه اللي فيكي هاتيه فيا. بقول لك ايه يا بت انت؟ كلمي دغري زي ما بكلمك. ما انا بتكلم دغري اهو. اقول ايه يعني؟ هو انت اول مره شفتي مع زميليه في الجامعه؟ ولا هو عيب اني ابقى ماشيه مع زميل ليا جوه سور الجامعه؟ الكلام الدغري بقى يا استاذ. واللي عيب انك تبقى راجل متجوز ولسه على علاقه بواحده كنت تعرفها قبل الجواز. لا ومش اي واحده، يعني لو الست الوالده عرفت هتبقى مصيبه. انت بتهدديني يا بنت انت؟ بس ما تقولش بنت. وبعدين انا مش بهددك، انا بوريك بس مين فينا اللي كان موقفه وحش. ها؟ معلش ما تضايقش نفسك، ما انت عارف اختك منال بتندفع بس في الكلام كده، لكن هي قلبها طيب. المشكله يا نبيله انها ممكن تعمل ازمه كبيره قوي ما بيني وما بين ماما لو قالت لها ان انا كنت مع سلوى. ما تخافش، مش هتقول حاجه لمامتك. الله، انت ايه اللي مخليكي واثقه قوي كده؟ ما دام هددتك بموضوع سلوى دلوقتي وهي عارفه من زمان، ده معناه ان هي كمان عندها حاجه مش عايزه حد يعرفها، وعشان كده هددتك. والتهديد ده معناه انك لو رحت قلت لمامتها حاجه هي كمان هتروح تقولها، ولو حاولت تضايقها او تستفسر عن حاجه او تسالها كتير هتضايقك. فهمت بقى؟ تصدقي صح، عندك حق، بس برضو ايه اللي ممكن تكون مخبياه ومش عاوزاني اعرفه وعشان كده هددتني بكده؟
بتحب ومش عايزه حد يعرف الموضوع ده، هيكون ايه يعني غير كده؟ لا حول الله يا ربي، وامتى حصل الكلام ده؟ اهو بقاله اسبوع ياما. وازاي ما تقوليليش؟ يعني كنت هتعملي ايه بس ياما؟ الله يعينك انت على وقتك. بقى ده اسمه كلام ده؟ بقى انت تبقي في الظروف دي وجوزك في الحاله دي وانا ما اعرفش ليه يا بنتي؟ هو انا جايه من الشارع؟ ده انا امك برضه. ما انا عارفه ياما، بس ما حبيتش اقول لك عشان ما يضايقكيش. مش معقوله اتصل بيكي واقول لك ان توفيق جاله المرض الوحش، اصدمك الصدمه دي برضه. الحمد لله يا ربي، ده لسه في عز شبابه وكتبوا له على العلاج؟ لا لسه، ما نتيجه التحاليل لسه ما ظهرتش. يهو، يعني لسه ما عملتوش تحاليل؟ لا ياما عملنا التحاليل بس لسه ما استلمناش النتيجه. طب وهو عرف منين بقى ان عنده المرض ده؟ الدكتور عرفه على طول. قادر ربنا يزيح عنده عشان خاطر عياله الغلابه دول. تصدقي ياما ان انا ما حسيتش ان له غلاوه عندي الا لما لقيته هيروح مني. طبعا يا حبيبتي، مش ابو عيالك، بس ما تخافيش اهدي كده يا حبيبتي. انا بسمع دلوقتي ان فيه ناس يالا بيخافوا منه دلوقتي. صحيح. أوي النبي، ده ربنا يا بنتي خلق الطب والدواء، وبعدين ربنا احسن من الكل. ده على عيني ياما، من ساعه الحكايه دي وهو حابس نفسه في الاوضه، يا ينام يا يقعد لوحده في الضلمه. طبعا انت مستهونه يا بنتي. مساء الخير يا حماتي. مساء النور يا حبيبي. ازاي كده ناي، عامل ايه؟ نحمده على كل حال. دريتي باللي جرالي؟ ربنا يا ابني يشيل عنك ويخليك لعيالك. يخليني فين بقى؟ خلاص. ليه يا ابني بس كده؟ ده ربنا الشافي المعافي، وان شاء الله ربنا عايش فيك. العيا ده ما حدش بيخف منه. وبعدين بقى امسكوا روحكم شويه عشان خاطر العيال الغلابه دول. ارمي حمولك على الله، واللي يرمي حموله على الله عمره ما ينضم ابدا. مش عارف اعمل ايه. العمل عمل ربنا يا حبيبي، والمكتوب لك هو اللي هيكون. ما حضرتك عارف يا بابا، ماما ما بتديش فرصه لحد ابدا ان يكون الحكم على منال. ياما حاولت، وياما رياض الله يرحمه حاول، لكن دايما كانت بتقف في وشنا وتقول لنا مالكوش دعوه بيها خالص. انا مش قادر افهم يعني ايه بنت في سنها تسافر وتغيب يومين ثلاثه عن البيت من غير ما نعرف هي مسافره مع مين وفين. ما تتدخل يا يوسف، انت ابوها. للاسف سرايا نجحت في انها تبعد البنت عني تماما. اقنعتها ان انا رميتهم وما سالتش فيهم. جبتها وشرحت لها كل اللي حصل. راحت برضو سالت امها، كدبتني طبعا. من ساعتها وانا لما بتصل بيها بالتليفون بحس انها متضايقه مني. هو حضرتك كنت بتتصل بيها في التليفون؟ ايوه، انا بسمعه كتير قوي كلمها على الموبايل. طلبتها كذا مره عشان اشوفها واطمن عليها، كانت دايما بتتهرب. بصراحة ماما مدلعاها قوي، ما بقيناش عارفين نعمل ايه يا بابا. انا في الاخر لما طهقت بقى قلت لسرايا ان ذنب البنت دي في رقبتك انت. انا طلبت منك كذا مرة يا يوسف انها تيجي تعيش معانا هنا عشان تبقى تحت رعايتك. تعيش معانا هنا؟ تعيش معانا هنا فين؟ وبعدين هتعيش غصب عنها يعني؟ وبعدين هو انا اقدر على طلباتها المادية اللي عودتها عليها سرية؟ خلاص سبق السيف العزل زي ما بيقولوا. اتفضلوا الشاي. شكرا. تسلم ايديكي حسام. نعم. كنت عايزه بس اقعد انا وانت نشرب الشاي في البلكونه. مش عاجبك وعدتنا ولا ايه؟ لا ابدا، بس انا كنت عايزه دردش معاه شويه. تحت امرك. اسمع يا حسام، انت عارف انك في غلاوه سلوى بنتي ولا لا؟ طبعا انا واثق من كده. ومهما عملت مش هقدر ارد جمايل يوسف عليا وحنيته على سلوى وحبه ليها. وعشان كده
انا عايزاك تتعامل معايا بالمنطق ده، انك في غلاوه ابني وغلاوتك انت كوم وغلاوتك انك ابن يوسف ده كوم تاني. حضرتك والله ما تتصوريش مكانتك عندي قد ايه وانا بحبك قد ايه. عشان كده بقى انا طالبه منك نتكلم بصراحه. تحت امرك. اللي بينك وبين سلوى بالظبط؟ انا بصراحه، ولو مش هتتكلم بصراحه بلاش ترد احسن. لا بصراحه والله انا فعلا كنت عايز اقعد القعده دي مع حضرتك من زمان ونتكلم بوضوح. انا وسلوى بنحب بعض. وده وضع طبيعي الواحد متجوز؟ ما هو حضرتك ما خليتنيش اكمل كلامي. انا مش متجوز جوازه طبيعيه، دي مجرد ورقه رسميه لوضع حل الازمه انا اتحطيت فيها. وضع حل الازمه اتحطت فيها انسانه مسكينه مظلومه مغلوب على امرها. ما تقلقيش، حسام ذكي وهيعرف يتكلم معاها كويس. انا مش قلقانه يا بابا من كلام حسام، انا قلقانه من رد فعل ماما. لا ما تخافيش، الوضوح والصراحه مهمين جدا في المسائل دي. انا اكدت على حسام يقول لها حقيقه الوضع اللي هو فيه، وبقيه المشوار بقى هنكمله احنا. هاي يا منال، ازيك؟ هاي، ازيك يا رانيا؟ ايه يا بنتي مالك؟ ايه مالي؟ شكلك متغير قوي. لا ابدا، مصدعه بس شويه. عادل، عادل. ايه يا منال، ازيك؟ ازيك يا رانيا؟ هاي. عادل عايزاك من فضلك ثواني بس. اوكي، بعد اذنك يا رانيا. سوري يا رانيا. خير يا منال، في ايه؟ عادل انت بتشوف باسم؟ باسم صاحبي؟ يعني. طب اخباره ايه؟ كويس. انا ما بشوفهوش بس هو كويس. طب والنبي يا عادل لو شفته قول له يتصل بيا ضروري، اصل في ملازم في الانجليش مهمه قوي كنت عايزاها وهو المفروض يجيبها لي. ملازم؟ حاضر. مهمه جدا بالنسبه لي، لازم اراجعها. حاضر، لو شفته هقول له. ارجوك ما تنساش يا عادل. ها، باي باي. ملازم؟ احنا كان في بينا اتفاق ان انت تتصل بيا. لا. اتصلت ليه بقى؟ ست العرايس الحلوين، مالها؟ شكلك كده زي ما اكون متضايق قوي. ابدا يا دادا، مفيش. مفيش ازاي بقى؟ ده وانت جايه كده شكلك زي ما اكون متخانقه مع حد خناقه الرب السما. متخانقه مع نفسي ليه يا حبيبتي؟ بس كفر الله الشر. في ايه يا نور عيني، مالك؟ ابدا يا دادا مفيش، انا بس المذاكره مكربسه فوق دماغي شويه وعايزه اجيب تقدير كده يعني. ربنا يا بنتي ينولك كل اللي ببالك يا منال. يا بنت الست سرية، مش ده بقى اللي مضايقك؟ امال هيكون ايه يعني يا دادا؟ شوفي انت بقى، انت فاكره يعني ان انت هتبلفيني؟ يا حبيبتي ده انت نازله على ايديا وانت لسه حته لحمه حمراء قد كده هو، وكبرتي يوم ورا يوم وسنه ورا سنه انت، وسي رياض الله يرحمه وسي حسام ربنا يديله طول العمر. يعني الام هي اللي بتربي، ولو دعبست كده هتلاقيني انا امك الحقانيه. صدقيني وانا والله يا دادا حاسه بكده. ربنا يا بنتي يريح قلبك ويزيح عنك كل حاجه وحشه حتى لو ما كنتيش حكيتيها لي. طبعا متضايقه. ليه بس يا حبيبتي؟ يعني مش عارف ليه،
ما اتصلتش تطمني ايه اللي حصل بينك وبين ماما. لو انك عارف انا هبقى عايزه اعرف قد ايه. خلصت كلامك معاها ونزلت ولا على بالك. معلش اصل انا بصراحه كده كنت مكسوف قوي اجيلكم او اتصل بيكم لحسن مامتك هي اللي ترد عليا. اصلها اخر مره كده يعني. ايه في ايه؟ ابدا، قالت لي ان الوضع كده مش مظبوط وشكل العلاقه مش حلو وحاجات زي كده. هو انت مش فهمتها طبيعه علاقتك بنبيله عامله ايه ولا ايه؟ ايوه طبعا، بس هي وجهه نظرها ان دي حاجات خاصه محدش يعرفها، لكن الظاهر لكل الناس ان انا انسان متجوز وبالتالي علاقتي بيكي مش مفهومه. طب يعني قالت لك ان احسن ناجل ارتباطنا شويه لغايه لما حكايتك انت ونبيله تخلص، ولا قالت لك ايه يا حسام؟ هي في الاول فعلا قالت كده، وبعدين رجعت وقالت لي ان انا حتى لو طلقت نبيله هتفضل مشكله ماما. ايه مامتك؟ ايوه، وجهه نظر طنط ان ماما هترفض ارتباطنا باي شكل لان من جواها متصوركم عداء. دي وجهه نظر مامتك. في الحقيقه هي وجهه نظر منطقيه. نعم، وجهه نظر ايه يا حسام؟ هو ده شعور مامتك الحقيقي، وانت لازم تبقى عارف كده عشان ما تتفاجئش بالنتائج. بصي بقى، انا قلتها لطنط قبل كده وهقولها لك تاني، استحملوني الثلاث اشهر اللي فاضلين دولت عشان اخلص السنه، بعد كده مفيش قوه على وجه الارض هتقدر تبعدني عنك، وهواجه الدنيا كلها بحبي ليك. ومن الاخر كده، انت لا يمكن هتكوني لاي مخلوق غيري انا، فاهمه؟ وعشانك هعمل المستحيل، ولا يمكن هتنازل عن حلمي معاكي وبيكي. مستنينه؟ شفت بنفسك؟ مش قلتلك راجل سر باتع وبيقولوا من كل حته. ايوه بس احنا كده هنمشي الصبح يا منى فادي. لا صبح ايه، ده احنا حاجزين عنده ولنا الاولويه ندخل الاول، ده غير انه عارفني كمان. تعالي انت بس سمي بالله كده وادخلي معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. العوافي يا نعماه. يعافيكي يا منى فادي. احنا حاجزين يا حبيبتي، هتدخلينا امتى؟ دلوقتي اهو. مركش فركش كركش مرتش كركش كركش هاي مدد مركش فركش فرطش كرشوش فرطوش 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 هاي مدد مركوش فرطوش يا ستار يا ستار. يا فادي ما تخافيش يا اختي، تعالي تعالي ما تخافيش ما تخافيش، تعالي جنبي تعالي. السلام عليكم يا سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله، ازيك يا منى فادي؟ تسلم يا سيدنا. دي بقى الست سوريا، ست طيبة وأصدق في طلب. جبت القطر؟ اه جبته. اهو. افتحيه. خد افتحيه. اهو يا سيدنا الشيخ. حطيه معندي. حاضر. مش هحكي لك ايه الموضوع. اسم امك ايه؟ انت بيقول لي اسم امك ايه؟ ما تقولي له اسم امك ايه؟ اسم امك ايه؟ اسمها عزيزة. عزيزة 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 برطوس برطوس. جيبوا بكره. طب مش بس لما اقول لك ايه الموضوع؟ اسمعي يا صرايا بنت عزيزة، انا ما اقول تيجي بكره، تيجي بكره هتشوفي بعينيكي العمل اللي عامله مرات ابنك ليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وعرفت ازاي يا سيدنا الشيخ؟ شش عيب، ده يعرف كل حاجه. عيب بدد 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 عيب. برطوس برطوس برطوس. طب مش ممكن نخلص الموضوع دلوقتي عشان انا مش هقدر اجي تاني. لا مش ممكن، هتدفعي الطاق ثلاثه. بقول لك ايه، ما تيجي بكره احسن. لا مش مهم، ادفع اي حاجه بس اشوف بعيني. اسمع الكلام يا صرايا، لو جيتي بكره هتدفع 500 جنيه، لو عايزه النهارده هتدفع 1500 جنيه،
عشان الحق اسخر الجهاز يجيب العمل اوام. وماله يا اخويا الفلوس معايا اهي. مرطوش تمام. حاضر يا شيخ. نعمات يا بنت جمالات، حضري البخور والميه والطشت. اوام. حاضر يا سيدنا الشيخ. مدد ترتوش برطوش. حي 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 حي. الطشت وصل والميه. حي. تعالوا ورايا ورايا. اذكر لأسيادك اسم صاحب القطر نبيلة وحسام. اسم الأم نبيلة بنت رمزية وحسام ابن سرية. ايه بعد كده؟ خلاص 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 يا سرية يا بنت عزيزة. مدد مدد مدد. هاي 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 مدد. انا خايفة يا منى فادي. هاي الحمد لله اللي عملتلي اهو. كان فوق نخلة عالية عالية قوي. احمد ربك عرفنا نجيبه. خديه. شفتك اتسحرله ازاي؟ خديه انت يا منى فادي. خلاص شغلتكم خلصت. مع السلامة يا هوانم. مع السلامة. خلينا نشوف غيركم. نشوف غيركم الناس الغلابة المحتاجين. مع السلامة يا منى فادي. انا اسمي شرفت. يلا يا اختي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن. تعالي اقعدي اقعدي هنا يا اختي اقعدي. بسم الله. مش عارفه اتلم على رجليا. خرابي يا خرابي. شفتي يا اختي العمل نازل قدام عينينا ازاي؟ امال ايه؟ ربنا يكفينا شر السحر والسحارين يا رب يا رب. يا بنتي الأبل سانة بيلة. أظن ما أنت هتروحي من هنا تاكليها بسنانك. أخ نفسي نفسي بس مش هقدر. ما تقدرش له يا أختي. أول هام ولادي ابني في حضنها. بعدين لو قلت لها إن أنت عملتي سحر يبقى لازم أضربها وأطردها من البيت. عندك حق والله. طب وتاني هام؟ تاني هام إن لو عمل السحر تاني لابني يبقى نيجي نفك أنا وأنت. يا سلام عليك وعلى دماغك يا ست الستات. أنت يا كيداهم. يا اختي بسم الله الله اكبر. قول اللهم صل على النبي في سر. على الصلاه والسلام. قومي قومي اديني ريحت ظهري عشان اتاخرت على الشغل قوي. يلا يا حبيبتي. يلا يا اختي. مين مين هو اللي مين؟ حسام. حسام حسام اصحى. ماما بتخبط على الباب. حسام اصحى ادخل جوه. في ايه؟ في ايه؟ ادخل جوه. عايزين تفتحوا ولا ايه؟ ايه يا اختي ده؟ داخله على الملكه فريده وانا مش واخده بالي؟ مش قادره تتهز من على كرسي العرش عشان تفتحي لي؟ كل ده لطعني على الباب. صباح الخير يا ماما. صباح النور يا روح ماما. صباح الفل يا روحي. امال ابني ده نايم فين؟ نايم. تحب اصحيه لك؟ طبعا صحيه يا اختي وحشني عايزه اشوفه. حاضر. صباح الخير يا أم. صباح النور يا روح قلبي. ازيك يا حبيبي؟ عامل ايه؟ الحمد لله انا كويس جدا. طول ما انت راضيه عني يا أم انا كويس. وانت ينفع غير رضايا؟ انا اللي في ظهرك. انا اللي احميك من كل وحش. انا اللي احميك من كده النسا. ربنا ما يحرمناش منك يا ماما. ممكن يا بلبله لو سمحتي تقومي تحضري لنا لقمه كده عشان نفطر؟ حاضر من عيني. بلبله بلبله ده ايه يا اخويا؟ انت تؤمرها تشخط وتنطر زي ما انت عاوز من غير لو سمحت وما سمحتيش. بفلوسك يا حبيبي. ده بيتك وانت حر فيه. هو بيتها وحقها برضو يا امي. وبعدين نبيله ما بتدينيش الفرصه ان انا ازعق او امر. تؤمر ليه؟ ماسكه عليك زله ولا ماسكه عليك زله؟ ما بتدينيش الفرصه لانها ذوق. عارفه وجباتها كويس قوي وبتعملها على اكمل وجه. يبقى ازعق وانطر ليه؟ فشخره. طب يا حبيبي ما تتحملش قوي كده. انا هطلع منها عشان ما ابقاش عزول. عن اذنك.
لا ازاي يا ماما، مش هنفطر سوا؟ لا يا حبيبي افطر انت براحتك يا روح. ده انا هحضر الفطار بسرعه يا ماما. لا يا اختي مش عاوز افطار. سلام. على فكره هشوفك بعد يومين، يكش يكون حالك اتعادل وبطل كده النسا. استني يا امي، ايه اللي كده النسا وايه اللي بطل ده؟ يا حبيبي ده كلام ستات، ما تحطش انت ببالك. يلا سلام. كلام ستات ايه وايه اللي بطل ده؟ انت فاهم حاجه؟ خالص. العافية يا نعمان. يعافيك. اقعدي دلوقتي يا منى فادي. ايه سيدنا الشيخ ما سابليش حاجة معاكي؟ لسه. هو انت لحقتي؟ مش كنت جيتي على اخر النهار؟ لا والنبي انا عايزاهم ضروري، دول رايحين لاصحاب نصيبهم، ده انا اولادي مش لاقيين حق العيش الحاف. طب وانا اعمل لك ايه؟ ما هو لو كان سابلك حاجة معايا كنت اديتها لك. ادخلي استعجلهولي علشان خاطري، ينوبك ثواب. قولي له منى فادي جايبه لك زبونة تقيلة ومش اي كلام. اهم كلهم زباين. لا يا حبيبتي دي زبونه مليانه وجيبها عمران، ومادام عرفت السكه لهنا هتاكلوا من وراها الشهر. مش لما تبقى تيجي تاني انت هتنقي؟ لا ما مش هتيجي تاني يا ولي، الا اذا انا جبتها. امال مين اللي هيقول للشيخ بقى على المستخبي ده؟ رايي يا ولي انت هتسيحيني ولا ايه؟ لا يا حبيبتي سيدنا الشيخ حبيبي واني محسوبته من زمان. ادخلي قولي له ان ام نفادي بره وعايزه الامانه بس تكون محترمه. دول 1500 جنيه يا حبيبتي. 1500 جنيه؟ انت متاكده؟ على يدي. طب اقعد يا ام نفادي وانا دخلاله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. حرمًا إن شاء الله. جمعًا إن شاء الله. بس ربنا يديني الصحة وطولة العمر لحد ما أقف في الحرم. إن شاء الله بكرة هتقوم وهتبقى زي الحصان، بس كلك لقمة هتسند قلبك. وهتفيد بإيه بس سندة القلب؟ وفري اللقمة للعيال، ربنا يقويك عليهم. طيب بقولك إيه يا أخويا؟ أمي قاعدة برا عايزة تطمن عليك، أدخلها؟ تأنس وتنور. تعالي ياما. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ياما. اتفضل. ازيك يا ابني؟ عامل ايه؟ نحمده على كل حال. أنا جيت الحقيقة أطمن على التحاليل، وميمة قالت لي إن الدكتور قال لي عيد التحاليل تاني. آه عايز يتأكد. من ايه؟ مش عارف، هو قال لي روح عيده وابقى ارجع لي. طب تبشر خير، ان شاء الله هيطلع مفيش حاجه. مفيش حاجه ازاي بس؟ ده كده اكبر دليل ان في حاجه ونص كمان. ليه بس كده يا توفيق؟ خليك متفائل. الله، انت ما اكلتش ليه؟ مش عاوز ياكل ياما، بيقول لي وفري اللقمه للعيال. ياهو، وده اسمه كلام برضو؟ كل يا ابني علشان تقدر تصلب طولك وعيالك كده يشوفوك قدامهم ماسك روحك. واجيب النفس منين بس يا ناس؟ طب بقول لك ايه، خد السندوتش ده من ايدي. اغصب على روحك يا دنايا، ده ربنا خلق الدواء والطب، وان شاء الله ربنا هيزيح عنك الغمه دي. سامحيني يا اميمه، سامحيني يا حماتي، انا غلطت معاكوا كتير قوي، نفسي تسامحوني عشان اقابل ربنا وانا نضيف. حسام انا عايزك تفهمني، سلوى امها هي وليه امرها، انا في النهايه راي استشاري، خصوصا في وضعك انت بالذات، لانك ابني وراك حكايات ومشاكل وجواز وطلاق وام مسيطره. شوف يا بابا، كل المواضيع اللي حضرتك بتقول عليها دي انا ان شاء الله هحلها، اما بالنسبه لوضع نبيله فتاكد ان هو محلول. كويس. امك بقى هتتصرف معاها ازاي؟ لا انا امي هعرف اتصرف معاها كويس. اتصرفت في موضوع جوازك من نبيلة؟ لا معلش يا بابا، بس ساعتها كان الوضع مختلف، كان صباعي تحت درسها، انما دلوقتي لا، في فرق. لا يا حسام،
دي مهما كان امك برضو ما تصحش تخرج عن طوعها بالطريقه دي. يا بابا انا لا هعصاها ولا هخرج عن طوعها، انا هعمل اللي يناسبني، اصل ده مشروع جواز مستقبل يعني، ما ينفعش حد يحددهولي او يختارهولي، وخصوصا اذا كان الحد ده نظرته ماديه بحته وحساباته كمان مختلفه عن حساباتي. اما بالنسبه لوضعها كأم فانا هفضل طول عمري تحت رجليها وبتمنى رضاها. هي اكيد هترفض في الاول وهتعمل مشاكل، بس حبه حبه هتلين وهتستسلم للامر الواقع، وخصوصا بقى ان مفيش نقطه ضعف تمسكني منها وتضغط بيها عليا. وانت شايف وضعك هيبقى ازاي يعني بعد ما تخلص الجامعه ان شاء الله؟ شوف يا بابا، انا امي بعد ما سمعت كلامها واتجوزت نبيله حبت تكافئني علشان سمعت كلامها، يعني حطيت لي مبلغ كبير قوي في البنك باسمي، حتى لسه قايله لي امبارح، حتى ما قالتليش كام، بس كل اللي قالته لي ان المبلغ ده هيكفيني عشان اقدر اسافر بره واكمل تعليمي وعايش مستريح كمان. الله يكتر خير، يعني احيانا بتتصرف كويس اهي. ايوه بس لو عرفت نيتي هتطربقها فوق دماغي. الحاله دي بقى يبقى لازم تقول لها. اقول لها؟ اقول لها ايه يا بابا؟ قول لها متشكرين يا اخي. شاي يا استاذ باسم. تعيش تعيش يا حبيبتي. اسمعي بقى، دول 80 جنيه تاخديهم معاكي وانت رايحه المستشفى، لو احتجتي فلوس تصرفي منهم. ربنا يخليك لينا يا باسم. تعيش يا حبيبتي. قولي لي بقى، انتوا هتروحوا بكره الصبح مش كده؟ اه ان شاء الله على الساعه 8. طب كويس، انا اتفقت مع عم عربي السواق هيجي لكم الصبح وياخدكم بالتاكسي بتاعه. وانت مش هتيجي معانا ولا ايه؟ لا طبعا هاجي معاكم، امال يعني مين اللي هيشيل الحاجه؟ ربنا يديك الصحه يا باسم. على فكره انا عملت لك صينيه بطاطس وحله رز وحطيتهم لك في الثلاجه، وقت ما تجوع كل، واحنا باذن الله مش هنتاخر، كلها يومين. ها؟ يومين؟ انت متاكده؟ اه هما الدكاتره قالوا هما يومين كل شهر نعمل فيهم التحليل والحاجه ونرجع على طول. هيسافر فعلا بالفلوس دي ويكمل دراسته بره. طب والله كويس. طبعا هيطلق نبيله. براحته، اللي هو شايفه كويس ليه يعمله. اصلها ما تفرقش معاها حكايه الجواز من الطلاق، ما انت عارفه. يوسف انت عايز توصل لايه؟ انا عارف انك ذكيه ولماعه. سلوى قدامها سنتين على الكليه، وانا ما بفكرش ابدا انها تتخطب او ترتبط الا بعد ما تخلص. حسام ما حطش نفسه في الظروف اللي هو فيها دي، اتفرضت عليه وانت عارفه ده كويس. يوسف من فضلك بلاش نتكلم في الموضوع ده، انا مش عايزه ادخل نفسي في مشاكل انا مش قدها ولا احط بنتي في وضع هي مش قده. عموما لسه بدري على اللي بنتكلم فيه ده، وتاكدي ان انا حريص على راحه سلوى اكتر مني. الصلاة على النبي، الصلاة على النبي، اهدى كله اهدى كله. اهلا يا منى فادي، صباح الفل. صباح الفل يا ست الستات. ايه يا اختي اللي حدفك عليا على الصبح كده؟ يا اختي بطمن على البشاير يا حبيبتي. يا اختي بشاير ايه؟ الله، نتيجة اللي عمله لنا الشيخ لطيف. بس وطي صوتك لو ليه، انت ناسي ان احنا في الورشة هنا. طيب اديني ساكتة اهو. قولي لي بقى ايه اللي حصل؟ ما حصلش حاجة، انا مش شايفة اي تغيير يعني. يبقى لسه، ما هي لازم العمايل تاخد وقتها شويه لحد ما تبان نتيجتها. اديني قاعده اما اشوف. تعرفي يا منى فادي، لو ما بانش نتيجه هروح فيك انت والشيخ لطيف في داهيه. يا لهوي، طب انا ماشي، لكن ما تقوليش كده على الشيخ لطيف، ده ممكن يسمعك ويأذيكي. لا يا اختي، وعلى ايه؟ اديني ساكته، بس برضه لازم اشوف النتيجه. الله، ايش حال ما كنتش شفت العمل وهو بيقع قدام عينيكي في المي؟ انا ما قلتش حاجه، من جيت شفت بعيني، بس برضه لازم اشوف نتيجه. يبقى خلاص عليكي وعلى التثبيت. ايه التثبيت ده؟ مش اللي يشيل حاجه ولا اللي يعمل حاجه لازم يثبت عليها؟ اه انت حوشتي العمل اللي كان معمول لابنك، لازم بقى تثبتي عليه. واثبت عليه ازاي؟ تروحي للشيخ لطيف تخليه يعمل لك حاجه محدش يقدر يفكها، تحمي ابنك وتصونه. طب يا ريت، ازاي ده؟ في حاجات بيعملها تحمي البني ادم وتصونه، للي لسانه اللي لسانتين ولا للعمر كله. ايوه
انا عاوزه بتاع العمر كله ده، ما انا مش فاضيه افضل رايحه جايه بقى. وعلى ايه ده؟ انا اسمع الكبته دي غاليه قوي، خليكي في الشهر ولا الشهرين. لا يا اختي، وعلى ايه شهر وشهرين؟ انا عايزه بتاعه العمر كله، اعمل مره واحده واخلص. خلاص يا حبيبتي اعملي اللي يريحك. انا خلاص ما بقتش فاهمه حاجه خالص، لا بتيجي ولا بتسال عليا ولا عايزني اتصل بيه. هو في ايه بالظبط يا بس؟ ايه ناوي ترجع في وعدك ليا ولا ايه؟ ما نال ايه بس الكلام اللي بتقوليه ده؟ وانا يعني لو هرجع في وعد ليكي هاجي لك الجامعه وانا في الظروف المادية ب 60 نينه اللي انا فيها دي؟ يعني ظروف؟ ظروف ايه يا حبيبي احكي لي. بابا يا منال. مال؟ ما كنتش عايز احكي لك عشان ما تتضايقيش، انت داخله على امتحانات. ما تتكلم يا باسم، وقعت قلبي في ايه؟ لما فتحته في موضوعنا يعني زعق لي واتخانق معايا خناقه جامده جدا. ليه؟ يعني قال لي مش هينفع اني ارتبط بواحده مستواها اقل من مستواي، وقال لي لازم. ولا بتسال عليا ولا عايزني اتصل بيه. هو في ايه بالظبط يا باسم؟ ايه ناوي ترجع في وعدك ليا ولا ايه؟ ما نال ايه بس الكلام اللي بتقوليه ده؟ وانا يعني لو هرجع في وعد ليكي هاجي لك الجامعه وانا في الظروف المادية ب 60 نينه اللي انا فيها دي؟ يعني ظروف؟ ظروف ايه يا حبيبي احكي لي. بابا يا منال. مال؟ ما كنتش عايز احكي لك عشان ما تتضايقيش، انت داخله على امتحانات. ما تتكلم يا باسم، وقعت قلبي في ايه؟ لما فتحته في موضوعنا يعني زعق لي واتخانق معايا خناقه جامده جدا. ليه؟ يعني قال لي مش هينفع اني ارتبط بواحده مستواها اقل من مستواي، وقال لي لازم لازم اتجوز بنت عمي. بنت عمك؟ اه، هو قال لي كذا مره يعني ان انا اتجوز دينا بنت عمي، بس انا اللي كنت بخلع منه وبرفض يعني. وبعدين اضطريت بقى اقول له ان احنا متجوزين عرفي عشان يعني احرجه واخليه يوافق. هي وقال ايه؟ هيقول ايه يعني؟ زعق لي برضه وشتمني وقال لي انت بتحرجني وبتحطني قدام الامر الواقع والكلام بتاع زمان ده. طب وبعدين؟ مفيش بعدين يا منال. انا دلوقتي انا ابويا طردني وخد مني كل حاجه، خد الفلوس والعربيات، ده انا بالعافيه خدت هدومي وانا نازل. خبر. طب الحل ايه دلوقتي؟ حل ايه بقى؟ مش عارف اتصرف ازاي يا منال. انا ضايع ضايع يا منال، كمان متضايق جدا اني مش هقدر يعني ارد لك المبلغ اللي خدته منك. فلوس ايه بس ما اللي بتتكلم فيها دلوقتي دي بس؟ لا لا يا منال معلش، ده دين في رقبتي ولازم اردهولي. بس معلش بقى، انا اصلي معيش مليم واحد في جيبي دلوقتي عشان اديهولك حتى. حبيبي انت معكش فلوس خالص؟ لا استنى خد. ايه ده؟ ايه ده يا منال؟ عيب كده، شيلي فلوسك. فلوسي؟ قلت لك 100 مره مفيش حاجه اسمها فلوسي وفلوسك. انا مراتك ولازم اقف جنبك في محنتك. جرايه يا منال، وانا عشان خدت منك فلوس مره سلف يعني يبقى خلاص هاخد منك على طول؟ انا عندي فلوس بوزن طلبه الجامعه دول كلهم. يا حبيبي ما انا عارفه، وانا يعني اول مره هتعرفني حاجه زي دي. اه، مش معنى ان انا يعني متخانق مع والدي وطردني من البيت يبقى خلاص همد ايدي للناس. ناس برضو بتقول ناس يا باسم؟ مفيش فايده. طب ايه رايك لو ما خدتش مني الفلوس دي انا هعتبر انك رجعت في كلامك ليا ومش ناوي تتجوزني راسي. ايه يا منال ليه بتقولي كده؟ اخص عليك، انا برضو ارجع في كلامي، ده انت الانسان الوحيد اللي حبيته. هقول لك ايه بقى، خلاص يا ستي اللي تشوفيه. كام دول؟ 600 جنيه كنت ناوي اشتري بيهم جزمه وشنطه، بس طبعا جوزي حبيبي لما ترجع له فلوسه هيشتري لي محل جزم وشنط. صح؟ اه طبعا يا حبيبتي صح، انا هشتري لك الدنيا كلها، هعملي كل اللي نفسك فيه. بقول لك ايه يا منال يا حبيبتي، انا قاعد لوحدي في شقه عادل يومين كده، ما تيجي؟ لا هتيجي يعني نقعد مع بعض قعده حلوه كده يعني لذيذه، انت عارفه بقى العمر بيجري ومفيش وقت. هي فين شقه عادل دي؟ اللي في دار السلام؟ ايوه. احمد ازيك يا بلبلة؟ ايه رايك بقى في المفاجاه دي؟ مفاجاه حلوه قوي. اتفضلوا، انتوا هتقفوا على الباب كده، اتفضلوا. اتفضل يا ابو حميد. اتفضل يا جميل. وحشتيني قوي يا بلبلة. وانت كمان يا احمد. يا ستي احمد كانت الامور عنده مش واضحه وكان واخد مني ومنك موقف، فانا رحت له بقى وشرحت له حقيقه الوضع والضغوط اللي احنا وقعنا تحتيها. ما هو كان عارف كويس قوي الضغوط اللي احنا واقعين تحتها، وكان عارف ان انا وانت قابلنا غصب عننا، ومع ذلك خاصمني وكان قاسي قوي معايا في كلامه. انا اسف يا بلبله،
معلش حقك عليا، حسام جالي وشرح لي الموقف وقال لي على كل حاجه وقال لي قد ايه انت كنت مخلصه لذكرى رياض. بقول ايه بقول ايه بقول ايه، ما تيجوا ننسى بقى العتاب واللوم ونقعد مع بعض قعده لطيفه. يا سيدي انا معاك وتحت امرك، وليا عندك طلب كمان. اؤمر. انا عايز اخد نبيله والولاده افسحهم النهارده. لا طبعا ما اظنش الوقت يسمح، انا عايز اجي لهم يوم بدري عن كده اخدهم ونعمل رحله انطلاق مع بعض. يا سيدي انطلقوا زي ما انتم عاوزين، ربنا يوفقكم. طب ما تيجي معانا يا حسام. لا يا ستي اخرجي انت واخوكي من نفسكم، ده انتوا بقالكم قد ايه يا جماعه ما اتكلمتوش مع بعض؟ ما تيجي معانا بجد اهو تغير جو شويه. الف شكر يا حبيبي، ربنا يخليك. دي مش عزومه مركبيه والله. عارف والله عارف، بس انت عارف بقى الامتحانات قربت وانا فاضل لي اسبوع ومحتاج كل دقيقه وثانيه عشان اذاكر. خلاص يا سيدي ربنا معاك ويوفقك ان شاء الله. يا رب. اهلا 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 بالقمر بتاعي، اتفضلي. شفتي شفتي يا حبيبتي، شفتي باسم حبيبك الحال وصل بيه لايه؟ معلش يا حبيبي ولا يهمك، انا طبعا كان نفسي يعني اول مره استقبلك فيها يكون عندي في الفيلا عشان تشوف المستوى اللي انا عايش فيه، مش الحاجات الغريبه دي. يا حبيبي انت اي مكان تعيش فيه يبقى جنه، عارف يعني ايه جنه؟ الله يكتر خيره الواد عادل، بعد ما اتخانقت مع والدي صمم اني اجي اقعد في شقته دي. وهو هنا دلوقتي؟ لا 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 مفيش حد هنا خالص، عادل واهله قاعدين في البيت الصغير في جنينه الفيلا بتاعتنا، هما بيجوا هنا قليل جدا يعني. باسم وانت عارف تعيش هنا يا حبيبي؟ والله بقى بحاول يعني بتصرف بقى اعمل ايه. حبيبي ولا يهمك، تعال بص انا عارفه انك قاعد لوحدك ومفيش حد يعمل لك اكل، قلت اجيب الغدا بتاعي وناكل انا وحبيب قلبي سوا. معقوله معقوله اللي بتعمليه ده يا منال؟ ما ينفعش كده يعني، على طول ما حسسني ان انا مش قادر. ما ينفعش الكلام ده، المفروض انا اللي اجيب لك الحاجات دي كلها مش انت. حياتي يا باسم اوعى تقول كده. يلا بقى نات، انا جايبه لك كباب وحمام محشي جنن. حمام محشي كمان؟ بقول لك ايه، ما تقومي كده تغيري هدومي كده عشان تاكلي يعني وانت براحتك. حاضر. بقول لك انت ممكن تقعدي معايا لغايه امتى؟ لا انا قايله لمامي اني هتاخر ما تقلقش. كويس قوي. اغير فين؟ خشي الاوضه اللي جوه دي، اوضه زي الفل هتعجبك قوي يعني. حاضر. مين الست اللي في الصوره دي يا باسم؟ دي ماما عادل. دي شكلها طيب قوي، والراجل اللي معاها ده بابا عادل؟ بابا عادل اللي بيشتغل عندنا زي ما قلت لك. تصدق شبه عادل خالص؟ طبعا شبه عادل. ابوه بقى من زمان تلاقيه شبهه خالص. يلا بقى الاكل هيبرد. خلاص انا جايه اهو يا حبيبي. انا جيت. انا محظوظ بقى. والله ربنا بيحبني اني اتجوزت واحده جميله وزي القمر زي كده. يا حبيبي ده انا اللي محظوظه بيك. لا استنى انا اللي هاكلك. الله، حتى الاكل له طعم تاني من ايديك والله. انت مستني حد؟ لا لا انا هستنى مين يعني؟ مين؟ افتح يا باسم انا هدى. مين دي يا باسم؟ شش بس حط صوتك خالص، ما تفتحيش بقك خالص. بقول لك ايه؟ لم الحاجه دي بسرعه يلا وخش جوه يلا. نعم لا مش قبل ما تقولي مين دي الاول. يا ست اسكتي وحط صوتك. دي هدى. هدى اخت عادل. واخت عادل بقى ايه اللي جايبها لك هنا ان شاء الله؟ انا مش هعرفك، مش عرفني اللي جايبها هنا. يلا لم الحاجه دي بسرعه يلا بسرعه يلا يلا يلا. نعم
وايه بقى اللي هيدخلها اوضه النوم ان شاء الله؟ مش اسكتي، مش وقت الكلام ده. اسمعي، تعالي تعالي تعالي، خش اهو البلكونه دي. يلا يلا. نعم ولا كده؟ ها؟ اسمعي، انت توطي ها؟ انت مش على رجليكي وركبك وايديكي كده اهو، ها؟ فالجيران مش هيشوفوك. يلا 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 ما تخافيش، يلا انت حتى الحين. يلا يا اختي. جاب لي كلب كبير قد كده والله، اضطريت بقى اخش اخبيه في بلكونه. يعني هعمل ايه؟ ايه ده؟ احنا عندنا كلب هنا؟ لا مش اي كلب بقى، كلب قد كده بقول لك، ومتوحش على طول بياكل، فجريت جري اخبيه في بلكونه. عارفك بقى انت بتخاف من الكلاب موت. تي جيتي ليه؟ خير وفي حاجه؟ مفيش، نسيت اجيب فوطه لماما، كده اجيبها وارجع على طول. انا هتعمل فيا كده يا باسم؟ انا معلش يا منال، غصب عني. انت عارفه انا بحبك قد ايه، وما اقدرش طبعا ازعلك ولا حتى اقدر اضايقك، لكن اعمل ايه بقى؟ الحكايه جت فجاه كده وما كانتش مقصوده والله. مقصوده ولا مش مقصوده؟ وبعدين انا عايزه افهم بقى، لما البنت دي نزلت نزلتني بسرعه كده ليه؟ كاني مصيبه عايز تخلص منها، ولا انت كنت مستني حد تاني؟ ده اسمه كلام برضه يا منال، انت بتشك فيا. لا لا، معقوله؟ معقوله ما يجيش في دماغك الا التفكير الوحش ده؟ لأن الحكاية كلها يعني إن أعصابي باظت، اتوترت، الخضة صعبة عليا قوي. مش معقولة يعني الناس يثقوا فيا ويسيبوا لي شقتهم وأنا أجيب فيها واحدة. واحدة؟ بتقول على مراتك كده يا باسم؟ واحدة؟ أنا بتكلم من وجهة نظر الناس. أي حد هيشوفك طالعة عندي هنا هيقول بقى ده قاعد لوحده وجايب واحدة معاه. محدش يعرف إن أنت مراتي يا حبيبتي. لازم الناس كلها تعرف إننا متجوزين. يعني أنت عندك استعداد تقولي لأهلك إنك متجوزة عرفي؟ لا طبعا، ما اقصدش، انا اقصد ان انت تيجي بقى تمام الموضوع بشكل رسمي وبسرعه يا باسم. وانا يعني رافض يا منال؟ انا بس مستني لغايه ما صالح بابا ونيجي نخطبك على طول. يعني ما دي كفايه كفايه بقى ارجوكي، انا خلاص بقيتش قادر استحمل. هديكي جيتي وشفت انا عايش في مكان حقير ازاي. معقول بقى انا باسم ابن الناس المحترمين اللي متعود اني اعيش في فيلا ولا في قصر، اعيش في المكان البشع اللي انت شفتني فيه ده، وبعد ده كله جاي تضغطي عليا انت كمان؟ مش كفايه اللي الزمن بيعمله فيا؟ لا، جاي تبوظي لي اعصابي. حرام عليك، كفايه بقى. طب خلاص خلاص، ما تزعلش نفسك، ما انا برضه يا باسم اتحطيت في موقف زي الزفت امبارح. معلش يا حبيبتي، انا النهارده هعوضك على الموقف بتاع امبارح. النهارده؟ اه، اصل هدى اخت عادل اكيد مش هتيجي البيت النهارده، اصلها قاعده مع مامتها في المستشفى، واكيد مش هيحتاجوا اي حاجه من البيت تاني يعني. بس اوعي اوعي يا منال، لو شفت عادل تحسسي انك تعرفي ان مامته في المستشفى، او حتى تعرفي انك تعرفي بيت ولا حاجه، احسن ده يتضايق ويتاثر قوي. يا خبر، لا طبعا، وانا عبيطه. اه، يبقى تيجي بقى النهارده يا حبيبتي في نفس الميعاد بتاع امبارح. طب بس مش هينفع اتاخر. ليه بس يا منال؟ يا باسم، الامتحانات فاضل عليها اسبوع، وانا لو سقطت السنه دي كمان هتبقى مصيبه، يعني لازم امشي بدري عشان الحق اروح لسوها اخد منها الحاجات الملغيه. يعني خلاص يا منال، حابك تروحي لسوها النهارده؟ المذاكره مقطعه بعضها قوي يعني. يا حبيبي، ما هي هتسافر عند اختها لغايه الامتحانات ما تبتدي، يعني لو ما شفتهاش النهارده مش هينفع اشوفها تاني. هاد، ايه الاخبار؟ لا، مية مية. المهم انتوا ايه اخباركم؟ لا احنا كويسين، قاعدة انا والولاد، وده فاطمة بنتفرج على التلفزيون. ما تفكرش انت فينا، المهم انت. لا ده انا قطعت شوط كبير قوي، انا تقريبا قربت اخلص المادة. ما شاء الله، ده كويس قوي، ان شاء الله ربنا هيوفقك. قول لي بقى، تحب تشرب شاي ولا قهوة؟ هو لو كوباية نسكافيه يبقى 100 100. من عينيا الاثنين. تسلم عيونك. مش عارف اقول لك ايه يا بلبل، انا حاسس ان انا تعبك معايا قوي، بس هتعملي ايه؟ قدرك قدرك طلع لك في واحد اسمه حسين. بختي كده، هعمل ايه بس؟ ما هو اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين. يا عيني يا بنتي، ده انت شايله ومعبيه في قلبك قد كده. لا والله، وعشان اثبت لك هروح اعمل لك برميل نسكافيه. لا لا لا، ده انا كده افضل صاحي لغايه الامتحان. لا كفايه كوبايه واحده، مصدقك خلاص. ماشي، كنت عايزه بس استاذنك في حاجه. احمد اخويا هيعدي علينا بكره وياخدني انا والولاد عشان يفسحنا.
يا سلام. طب وماله؟ يا رب تنبسط يا رب. وهسيب لك ده فاطمة معاك عشان تشوف طلباتك. ماشي. اه هي منال بتذاكر ولا لا؟ لا لسه ما رجعتش. ما رجعتش؟ دي الساعة 12:05. تلاقيها استأذنت ماما أكيد. وهي ماما اتصلت من دمياط؟ لا. ما شاء الله. أما نشوف الست الهانم دي راحت فين لغاية دلوقتي. يا جامد. الله الله الله، هتكسب اهو هتكسب. هوبا. بص عليك يا باسم، ايدك جامدة. معلش حبيبتي، أنا آسف، ما كنتش أقصد يعني. إيه ده؟ هي الساعة كام؟ 12:15. يا نهار أسود. ألو. أيوه حسام. لا ده أنا بذاكر عند واحد صاحبتي. لا ما قلتش لماما. ما كنتش عاملة حسابي إني هتأخر يا حسام. طيب خلاص بقى جاية. باي. حبيبي. أنا مضطر أمشي دلوقتي. بس هاجي لك بكرة. لا لا لا. اوعي تيجي بكرة. مش هينفع. ليه؟ عادل. عادل أصله هيجي الصبح يقعد يذاكر معايا. خص عليك يا سمسم. يعني أنا مش راضي أروح بكرة لسوها أخد منها اللي اتلغى من المقررات عشان أجي أشوفك، وأنت تقول لي عادل صاحبي جاي يذاكر معايا. أنا هعمل إيه بس؟ ما أصله ده بيته يعني حبيبتي، ما أقدرش أمنعه. طب خلاص أجي لك الصبح شوية. لا 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 أوعي. أصل الواد عادل هيجي لي الساعة 9 الصبح، أصل ده عفريت وبيصحى بدري، ما أنت عارفاه. يو بقى. معلش يا حبيبتي، أنا هتصرف. احاول يعني الاقي مكان تاني نتقابل فيه، واول ما اعرف هبقى اقول لك على طول. بس اوعي اوعي يا منال تيجي هنا لوحدك، اصل عادل ما بيسيبش البيت ابدا، وبعدين مامته كمان ممكن تعمل مشاكل ولا حاجه. طب ما دام كده بقى يبقى خليني معاك شويه. طب واللي عندك في البيت دول؟ خناقه وتعدي. وانا بتضايق جدا لما حد يزعلك ويدوس لك على طرف، ببقى واقف كده متكتف مش عارف اعمل حاجه. ليه بس يا حبيبي؟ يعني احس ان واجبي كزوج يعني نقف جنبك واحميكي من اي حد يزعلك، لكن هو اديني واقف مكاني ومش عارف اتصرف. يا حبيبي يا باسم، بكره لما جوازنا يبقى رسمي هتحمى فيك، مفيش حد يقدر يقول لي تلت التلاته كام غير بعد اذنك. لا ده انا لما هتجوزك هاخدك كده واحطك في اوضه واقفل عليكي ومحدش يشوفك خالص. انا اصلي بغير جدا، محبش حد يشوف مراتي يعني. يا حبيبي انا ملكك وبموت فيك. أنا كمان يا حبيبتي، أنا كمان بموت فيكي. المهم إحنا لازم بقى ندور على مكان تاني عشان نتقابل فيه غير شقة عادل دي. إيه ده؟ فين يعني؟ أهو هندور. يعني أي حتة وخلاص بقى. المهم خلينا بقى في الشوية اللي هنقعدوا مع بعض دول، لحسن العمر بيجري يعني مش هينفع كده. خليهم شويتين تلاتة. يوه اهدى بس يا حسام، زمانها جاي. اهدى عشان مذاكرتك وامتحاناتك. الساعة بقت 2:15 ومانيش عارف البلوة دي فين، وبطلبها على الموبايل راحت قافلاه عشان تريح دماغها طبعا. ويهمها ايه؟ اعمل ايه فيها بس يا ربي؟ انا مش عارف، لا عارف بتروح فين ولا بتهبب ايه. هتروح فين بس؟ اكيد عند صاحبتها بتذاكر، بس تلاقي الوقت سرقهم وما حسيتش بالوقت. ويا منال برضو بتاعت مذاكره يا نبيله. ادي اخره الدلع، ادي اخره الدلع. واحده طالبه جامعيه قاعده بره بيتها للساعه 2 الصبح. طب دي اتقال عليها ايه؟ الناس اللي هتشوفها بره في الشارع الساعه 2 الصبح هيقولوا علينا احنا ايه؟ اهدى يا حسام، مش كده زمانها جايه، وبعدين الناس كلها عارفه ان دول يومين امتحانات، والطلبه بتقعد مع بعضها تذاكر وتسهر. طب ليه قفلت الموبايل بتاعها؟ ليه؟ مخبية ايه؟ ما بتردش عليا انا ليه؟ في صوت مفتاح، اكيد هي. منال كنت فين يا بنت لحد دلوقتي؟ ايه ده؟ فين ايه؟ سيب ايدك، ده ايه؟ تعيط فينك مكان؟ انت مالك؟ انت مالكش حكم عليا. بس يا حسام ما ينفعش كده، عيب. احنا عسلنا من الناس تقول علينا ايه؟ خشي خشي. في ايه؟ في ايه؟ كفى الله الشر. كنت فين؟ لو ما قلتيش كنت فين حالا هقتلك، انت فاهمه؟ انت مالكش حق انك تسالني، ماما ما سالت هتعمني. اه وكمان بتردي عليا.
انت بتضربني يا حسام؟ وهتبحي كمان، لو ما قلتيش كنت فين هتبحي. خلاص يا حسام، قالت لك انها كانت عند صاحبتها، خلاص بقى. بس يا نبيلة، انت عبت؟ انت كنت فين؟ مش هقوم وانا هوريك ازاي تضربني يا حسام. اما دفعتك ثمن اللي بتعمله ده غالي. البيه اللي عمالة تهدي فيه ماشي مع واحدة تانية وبيحبها. من اوضتها وان خرجت هقتلها، فاهمين؟ مش هتقدر يا بتاع سلوى. معلش يا حسام عشان خاطري انا، عيله وبتغيظك عشان ضربتها. ربنا يا بنتي يكملك بعقلك. منال مهما راحت ولا جت عيله، وبعدين الضرب وجعها فبتقول اي حاجه. ما انا عارفه يا دادا. هم الولاد فين؟ ايوه يا مامي، تعالي الحقيني يا مامي، حسام ضربني وبهدلني يا مامي. ايه ضربك ليه يا منال؟ عملتله ايه؟ عشان روحت اذاكر عند واحده صاحبتي. هو ماله هو يضربك ليه؟ هو كان بيصرف عليك ولا كان بيصرف عليك؟ تعالي اوهام والنبي يا مامي. اجي ازاي يا بنتي في نصاص الليالي دي؟ وبعدين انت عارفه ان انا في دمياط، مانيش جنبك يعني. لا ماليش دعوه، لازم تيجي. طب بقول لك ايه، ادهوني يا حبيبتي وانا بهدله. حبسني في الاوضه يا مامي. ايه حبسك؟ طب يا سحسان، طب لما اجيلك انت تحكم على بيتك وعلى مراتك، لكن بيتي انا ما حدش يحكم على اللي جواه. بيتي ايه وبيتك ايه؟ احنا نقسمها فرق ونلعب كوره. انا ليا حق في اختي. حق ايه يا ابو حق؟ حقك واخده تلت وبتلت، فاهم ولا فاهمك؟ انا بتكلم عن حقي في تعديل سلوك اختي. اخلص، ما تجيبش سيره اختك. اختك دي زي السيف، ما حدش يقدر يقول عليها تلت التلاته كام، وعارفه عنها الصغيره والكبيره، يعني ما بتخبيش عني اي حاجه. يا سلام، بقى ما بتخبيش عنك حاجه. يعني انت عارفه سهره امبارح كان فيها ايه؟ اه عارفه سهره امبارح كان فيها ايه. كانت عند صاحبتها وكلماني من عند صاحبتها. في حاجه تانية يا استاذ؟ يا سلام، ايه لازم تستشير ست الحسن والجمال عشان اذا كنت تصدقني ولا ما تصدقنيش؟ يعني ايه مفيش فايده؟ مفيش فايده في ايه؟ مش تفهميني. دفعت الافات عشان ابطل سحرها ده، مفيش فايده. سحر مين وتبطلي ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. مش تفهميني. البنت المقروصه في قلبها اللي اسمها نبيله دي هي اللي بتعمل كل ده. انا رحت لبتاع السحر ونزل لي سحر ابني قدام عيني وشفته كده. يا لهوي، انت رحت للراجل بتاع العملات؟ ايوه، ورحت له تاني، دفعت له فلوس عشان ابطل السحر اللي هي بتعمله له، ومفيش فايده. انا ما اعرفش بنت رمزيه عامله لاولادي ايه، متعلقين بيها التعليقه السودا دي ازاي؟ ما اعرفش. انما عملتها ورحت للشيوخ عشان ترجعي جوزك، تقومي تروحي علشان نبيله؟ وما روحش ليه؟ دي مسكني من هنا، ولادي وولاد ابني في ايديها. ده انا لو لفيت الدنيا دي حافيه كده على رجليا ولا الناس تتحكم في ابني. طب والنبي تسكتي بقى، اسكتي. لحسن بنتك قالت لي بقى انه بيحب واحده تانية وماشي معاه. انت بتقولي ايه يا وليه؟ اه والله، وكمان قالت لي على اسمها، بس هي اسمها ساميه سميه، بس انا مش فاكره. وحياه النبي. اه والله، منال بنت يا منال. منال منال بنت يا منال، تعالى هنا. امال ايوه ماما. قولي لي، اخوك حسام بيحب واحده فعلا على مراته؟ اكيد ده فاطمه هي اللي قالت لك. مش مهم مين اللي قال لي، المهم ان اخوك بيحب على مراته ولا لا. بصي يا ماما، دي بنت كده بشوفها دايما معاه في الجامعه، بس متهيألي زمايل يعني. بس يعني ايه زمايل؟ يعني يعني بيحبها ولا ما بيحبهاش؟ يعني ما اعرفش. لا متهيألي زمايل. بصي يا ماما، انا قلت كده بس عشان اغيظه في الخناقه وخلاص. يعني تغيظيه عشان تفرسيني انا؟ يا شيخ الله يقطع العيال على سنينها. استنى عليا بس يا حسام، لما باسم يجي يخطبني ساعتها هقول لماما على الهانم بتاعتك وخلي فضحتك بجلاجل. بس بلاش دلوقتي عشان ما تشتغليش في الازرق.
حقني في عشتي. هي العام هي لا يغدك ويلا. يا سبحان الله، الواد ده كل مدى شكله بيدي على ابوه خالص. يا رب اشوفه زيه يا احمد وهو يطول. ان شاء الله هتشوفيه احسن كمان. وفي حد احسن من رياض الله يرحمه؟ يا حبيبتي يا بلبله، لسه بتحبيه بنفس الدرجه؟ واكتر مليون مره يا احمد. اكتر كمان؟ كل يوم بيمر عليا من غيره بحس اني محتاجه له جنبي، بيزيد حبي بيه اكتر واكتر. الله يرحمه. انا خايفه الولاد يبعدوا عننا يا احمد. ما تخافيش انا عيني عليهم. بقول لك يا حماده. نعم. كنت عايز اسالك على حاجه كده بس مش عارفه ده هيبقى تدخل مني ولا. يا ست تدخلي زي ما انت عايزه، قولي بس من غير مقدمات. انت في حاجه بينك وبين منال؟ منال ليه؟ قصدي يعني اشمعنى؟ لا خلاص، واضح المفروض ما كنتش اسال سؤال زي ده. لا ابدا والله، انا بس اتفاجئت. انت ايه اللي خلاكي تسالي السؤال ده؟ اصلي من مده كنت قاعده انا ومنال وبسالها عادي يعني عن عواطفها وبتحب ولا لا. راحت حابه فيا وقالت لي هو احمد قالك وانتي واحمد متفقين عليا وكلام كده. انا بصراحه مش فاهماه بس حسيت من كلامها كده ان في بينك وبين بعض مواضيع. يا ستي لا مواضيع ولا حاجه، انا بس طبعا الكلام ده بيني وبينك يا بلبله. طبعا يا احمد عيب. انا من فتره كبيره كده من حوالي كام شهر شفتها راكبه عربيه مع واحد غريب، سالتها مين ده، قالت لي انه بيحبها وهيتقدم لها في الاجازه عشان يتجوزها او يخطبها الله اعلم. بس ادي كل الحكايه لا اكتر ولا اقل. احمد انت في جواك من ناحيه منال حاجه؟ انا مش ممكن طبعا، منال دي زي اختي بالظبط. علاقتك نبيله الكلام ده برضو؟ بص يا نبيله، انا منال بكل المقاييس ما تنفعنيش، انا لا بتاع حب ولا دلع من بتوع منال دول، انا راجل دغري وكل اموري في حياتي لازم تمشي دغري. يمكن لو كانت منال شخصيتها مختلفه او اتربت بطريقه غير اللي اتربت بيها يمكن ساعتها كان يبقى شعوري ناحيتها. انا فاهمه قصدك وحاسه بيك يا اخويا وعارفه كويس قوي ان منال ما تنفعكش وعشان كده انا بسالك. ما تخافيش عليا يا بلبله. طب قول لي، ما تفتكرش الشاب اللي كانت راكبه معاه العربيه ده كان اسمه ايه؟ تقريبا باسم. ايوه صح، باسم، لانها سالت كذا مره على اسمه عشان تحاول تعرفه بالكامل. اه صح، كان اسمه باسم فعلا. لكن انت ايه اللي عرفك؟ ابدا انا كنت بتاكد من الاسم بس. تتأكدي من الاسم يعني ايه؟ انت سمعتيه فين قبل كده؟ منك انت اللي قلت لي عليه لما منال عرفتك عليه في الجامعه. اه جايز. ايوه لكن انت ايه اللي فكرك بالاسم يعني؟ ولا حاجه، الحكايه دي جت على بالي كده يعني بعد الكلام اللي قالته امبارح على سلو. ما تقلقيش، منال لو كانت عايزه تقول لماما كانت قالت لها من زمان قوي. انا بس خايفه عليك انت وسلوى، انت عارف كويس قوي لو ماما عرفت ان سلوى بنت ماجده ممكن تعمل ايه. خلاص هانت، كلها كام يوم واخلص امتحاناتي وابدا اسعى بقى في تحضير ورق السفر عشان اول ما النتيجه تطلع تسافر. نبيله انت هتتضايقي لو انا سافرت؟ لا ازاي، ربنا يوفقك يا رب. لا نبره صوتك مضايقاني مش مريحاني. خلاص هغيرها. انا بتكلم بجد يا نبيل، انت فعلا هتتضايقي لو انا سافرت؟ شيء طبيعي يا حسام، انا دلوقتي حاسه ان ليا اخ بتسند عليه واتحامى فيه، كفايه انك بتدافع عني قدام ماما. اكيد غيابك هياثر عليا من كل النواحي. ده انا حتى بنام وانا مطمنه انك موجود معايا في الشقه، ببقى حاسه ان لو حد من ولادي جرى له حاجه هلاقي اللي ياخده ويجري بيه، ببقى حاسه ان انا وولادي لينا ظهر. أنا مش عارف أقولك إيه، بس مفيش بس، أنت دلوقتي تنسى كل حاجة وتركز بس في المذاكرة، لازم تجيب أعلى تقدير عشان تقدر تسافر، وكمان ما تنساش إن سلوى شاطرة، ما يصحش تجيب تقدير أعلى منك. يلا أنا هروح أعمل لك كوباية شاي، إنما إيه هتعدل دماغك. انا مش مصدق نفسي. الف بركه يا اخويا، الف بركه ان احنا اطمنا عليك. الحمد لله والشكر لله. شوف يا توفيق، انا مش قلت لك ترمي حمولك على الله؟ ونعم بالله، تصدقوا
انا عايز اطير من على الارض طير. انا بقى نفسي اشوف الدكتور ده ان ما كنت اطبق في زماره رقبته على المرر اللي عشنا فيه المده دي كلها. لا ودن الايه يتكلم ومناخيره من فوق، تقوليش خبير يعني؟ وهو طلع مش فاهم حاجه. انا بقى هاخد التحاليل دي واحطها في عيني وادي له حته علقه وامشي. خلاص سيبك منه، الحمد لله ربنا شاف لنا توفيق وهو ده المهم. يلا بينا بقى علشان ما تاخرش على العيال. يلا تفضلوا تفضلوا تفضلوا. وده قبعه للعرسان يا باشا. ايه رايك في الاوضه الفايف ستارز دي يا باشا؟ لا لا تمام زي الفل ما شاء الله. عايز كام؟ هدي 3 جنيه ولا حاجه كده. طب احنا متشكرين قوي متشكرين قوي يا حبيبي. ماشي يا باشا يدوم. عموما لو عوزتوا اي حاجه انده عليا، انا اسمي فرج. قول يا فرج تلاقيني واقف قصاد باب الاوضه على طول. ماشي يا فرج بالسلامه انت بقى اخويا. حاضر يا باشا ماشي. انا برضه كل نظر. يلا شاكرين يا فرج حبيبي. تعيش يا حبيبي. شاكرين يا اخويا. ياي شقه هادل كانت ارحم. انا هعمل ايه بس يا حبيبتي؟ انت عارف غصب عني يعني ما لقيتش مكان تاني غير هنا. بعدين انا مفلس ومعيش ولا مليل. طب كنا رحنا اي اوتيل نضيف يا حبيبي، ما انا معايا فلوس. يا سلام، واحنا ممكن نقعد في اي اوتيل نضيف من غير ما يكون معانا قسيم الجواز. صحيح. انا بصراحه ما بقتش عارفه ايه اخره الوضع ده. ايه بس ايه بس ايه بس يا منال يا حبيبتي؟ هيكون اخرته ايه يعني؟ ان شاء الله اخرته حب في حب في احلى كلام واحلى. استنى بس يا باسم. الله مالك يا منال؟ في ايه؟ بس ما انا خايفه. تخافي؟ تخافي وانت معايا؟ تخافيش يا حبيبتي، كل حاجه هتمشي فل وتمام ان شاء الله. تمشي تمام بس ازاي يا باسم؟ باسم احنا بقالنا شهور على الوضع ده ومش عارفين نحل المشكله. وبعدين ده احنا يوم ما كتبنا ورقه الجواز العرفي دي كان مجرد يومين بالكتير. انا ما كنتش اعرف يعني. ما اعرفش اني هتخانق مع والدي وانه هيطردني من البيت بقى والكلام ده، ما اعرفش. وهو حصل يا باسم، هنعمل ايه؟ هنعمل طبعا كل حاجه، هنتصرف يعني. هو مش معقول الوضع هيفضل على كده. مش معقول ابويا هيتبرى مني، مش ممكن. انا ما بقتش عارف حاجه خالص خالص. بقول لك ايه يا منال؟ احنا جايين نقعد ساعتين مع بعض نروق دماغنا فيهم وننبسط. ما تبوظيش كده بقى. بقول لك ايه؟ اضحك. اضحك يا عم وروق مش كده بقى. الله ينور عليكي. كل دي كمان يا حبيبي. انما المكان القبهه ده انت عرفتيه منين يا حماتي؟ سرياط الف رحمه ونور تنزل عليه. كان اوقات يقول لنا قوم يلا هغديكوا ولا عشيكوا بره. بس على اساس بقى ان الست سرية بيبقى عندها شغل في دمياط. مش معنى يعني يا ماما؟ هي ما بتحبش تاكل الا في البيت. قليل قوي لما بتاكل بره. وبعدين انا وسوسي على طول. بس يا واد. وانا كمان. حاضر حاضر. ربنا يخليكي لينا يا حماتي ويديك الصحه ويوسع عليكي. تعيش يا دنايا. ده انا فرحتي النهارده بيك ما تتقدرش ان ربنا يعني طمنا عليك. ياه ده كان كابوس وانزاح. شوفي انا عرفت ان انا كويس مش عيان بقالي ساعتين. بس حاسس ان انا رجعت الدنيا بقالي سنه. نفسي اكل واشرب واجري واضحك. نفسي اشتغل. تشتغل؟ وماله؟ ربنا يديم عليه صحته. ده ربنا بيدينا انذار بس علشان نحافظ على صحتنا، على النعمه اللي ربنا مدهالنا. صح يا حماتي، هو ده اللي انا حاسس بيه. عايز احس ان صحتي كويسه، اشتغل واجري وارمح في الدنيا. نفسي اكسب قرش بعرق جبيني. وماله؟ اهو ده كلام الرجاله الصح. شوف يا ابني بقى، انا حسيت ان اللي حصل ده يعني كانت سحابه سودة وعدت. وان شاء الله كده تبقى كويس وترجع زي زمان. انا عارفه ان انت بتحب الشغل وبتحب كمان القرش يجري في ايدك. طيب ما تكلمي لي بقى ست سرية تشوف لي شغل. يعني اكلمها لك في ايه يا ابني؟ ده كارها النجاره والموبيليا. يعني هتشوف لي اي حد من معرفها حماتي؟ طيب ولين حمل روحنا جمايل؟ ده الست خيرها مغطينا، ما نشوف احنا. ما انا هشوف، بس برضو الواسطه حلوه. انت سواق بريد ورخصتك معاك والسوق مفتوح. اطلع على اي تاكس ولا حتى نص نقل هنرزق وهتبقى الاشياء
معدن وقرشي على قرشك هنعيش ملوك. انت تدور، واذا ما لقيتش انا هبقى اكلم الست سرايا، ولو اني ببقى مكسوفه لما اجي اكلمها. عندك حق يما، الست صاحبه جمايل ومش معقوله نضغط عليها اكتر من كده. خلاص انا من بكره، من بكره ايه، انا من دلوقتي هدور على العربيه واركب عليها والرزق على الله. ربنا يخليك ليا يا رب ويديك الصحه والعافيه. ربنا يخليكوا لبعض، ولا اشوفش فيكوا يوم وحش ابدا. تعيش تعيش يا حماتي، احنينا يا ام قلب دهب. والله انت مجنون. يا سلام، يعني عشان كنت هتجنن واشوفك ابقى مجنون؟ ماشي يا ستي انا مجنون. امتحاناتنا بعد بكره وانت مصمم تقابلني النهارده، يبقى بالذمه ده مش جنان والنبي؟ اقول لك ايه بقى، انا هخلص امتحاناتي من هنا واروح جاري على طنط ماجدة واخطبك. انا خلصت خناق، مش قادر استحمل، انا مش هستنى النتيجه والجو ده. اه شفت، مش بقول لك مجنون؟ طب يا عقله يا ست العقلين، ممكن اعرف بقى ايه الغلط في اللي انا بقوله ده؟ المشكله مش في الامتحانات ولا في النتيجه، المشكله في الوضع اللي انت فيه. لا ما انا خلاص اتفقت مع نبيله، انا مجرد ما اخلص امتحاناتي هبدا خلاص في اجراءات السفر وهنهي موضوعي معاها خالص. صدقيني خلاص، لما تنهي موضوعك معاها خالص يبقى ساعتها تقدر تيجي تكلم ماما. يا انا مش عارف لما اخطبك هيبقى حالي عامل ازاي. ابدا هيبقى حالك كله مشاكل. ليه بس؟ حرام عليك. امال انت فاكر ايه؟ دي كفايه مامتك لوحدها والمشاكل اللي هتعملها لنا. طيب ممكن ما تفكرنيش بالموضوع ده خالص؟ مش عايز تفتكره؟ امال لما تبقى جواه هتواجهه ازاي؟ ما تخافيش، ان شاء الله ربنا هيسهل الامور. انا مرتب شويه حاجات كده وبدعي ربنا انها تتم زي ما انا عايز. وايه هي الحاجات دي بقى؟ متشغليش بالك انت، مش وقته، ان شاء الله ساعتها هنبقى نقعد ونتفق على كل حاجه. المهم يلا بينا دلوقتي عشان اروح انقل جدول منال، عشان كمان ما اضيعش عليك اليوم. هي منال لسه ما نقلتش الجدول بتاعها؟ قالت انها جايه تنقله النهارده، عشان كده بقى انا عايز اخده عشان اقارنه باللي هي هتجيبه. هو انت لسه برضه بتشك فيها؟ مش بالظبط، بس انا حاسس كده انها مخبيه حاجه مش عارف ايه. بقول لك ايه، احنا فاضل لنا نص ساعه ونمشي. انت ما جوعتيش؟ انت جوعت يا حبيبي؟ جوعت بعقل، ده انا ميت من الجوع. خلاص اول ما ننزل من هنا هعزمك على غدوه حلوه. طب قولي لي بقى يا ستي، تعزميني على ايه؟ تاكل ايطاليان؟ مين؟ لا 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 بلاش الحاجات دي، انا اصلي زهقت منها. طب خلاص يا حبيبي، شوف انت عايز تاكل ايه. عايزين ناكل حاجة غريبة كده، يعني فتة بالكوارع، عكاوي، كلام الكبير ده. اخي يا باسم، انت بتحب الحاجات دي؟ كانت مرة اكلتها كده، يعني كانت ماما تعادل عزماني في البيت عندهم وكانت عاملة فتة بالكوارع، بس كان طعمها حلو قوي الحقيقة. طب خلاص يا حبيبي، بس قولي بيتعملوا فين؟ تعملوا فين؟ في حتة كده اسمها مصمت، انا هبقى اخدك واوديك هناك. خلاص حاضر، بس اوعى لما نتجوز تطلب مني اعمل الحاجات دي. نتجوز؟ لا 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 ما تخافيش، انا مش هطلب منك حاجه، ما تخافيش. في ايه يا باسم؟ قصدك ايه بالضحكه دي؟ ابدا يا حبيبتي ما فيش حاجه، صدقيني. لا وحياتي عندك، قولي بصراحه. انا ما كنتش عايز اقول لك بقى، خفت لا تتضايقي ولا حاجه. اتضايق من ايه يا باسم؟ قول عشان خاطري. بابا يا ستي بعت لي رساله مع عادل. هي وبعدين؟ بيقول لي. بيقول لك ايه يا باسم؟ اتكلم وابوس ايدك. ما بيخيرني. بيقول لي بقى هتيجي تعيش معايا في الفيلا، هتخليك قاعد مع ست الهانم بتاعتك دي. قلت له ايه؟ انا لسه ما ردتش عليه. وهتقول له ايه؟ حقيقه منال انا مش عارف. مش عارف؟ يعني ايه مش عارف؟ هتخلى عني؟ هتسيبني يا باسم؟ ايه؟ هترميني بعد كل اللي حصل بينا ده؟ معقولة؟ معقولة يا حبيبتي؟ ما تخافيش يا ماما، ما تخافيش، أنا هقاوم، هقاوم بكل الطرق. بس ما قدرتش تقنعه. ما قلت لك ما تخافيش. معقولة؟
معقوله برضه يا حبيبتي انا اتخلى عنك؟ مش مشكله، انا هدوس على نفسي، هدوس على نفسي وهود واروح اعيش معاها في الفيلا، ساعتها ممكن اخلي ماما تساعدني وتقنعها. هو ما اقتنعش. تدعيش بقى، تخافيش خالص، انا ساعتها ان شاء الله هشوف حل، يعني هشوف حل واكيد هتصرف. يا جميل كله تمام؟ اه يا حبيبي. طب بقول لك ايه؟ اركبي انت العربيه، انا هجيب 200 عصير كده عشان حاجات يعني. ها؟